الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ومن الفلك إلى الموسيقى، بعد اكتمال البدر واختفاء النجوم إلى الوداد، لنعزف بإذن الله أجمل الألحان في آخر خطوات منصة التتويج. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وألف مليون مبروك. الأهلي في نهائي دوري الأبطال، الأهلي يطلب يد الأميرة من الوداد، والأهلي يقترب أكثر وأكثر من تحقيق حلم الملايين. حلقة مهمة جدا الليلة، نرصد فيها ما حدث في استاد برج العرب، نرصد فيها أفراح جماهير النادي الأهلي، نقف على الأسباب الحقيقية اللي خلت الأهلي يا باشمهندس يصطاد كل العفاريت. بص يا حبيبي، قبل ما نخش، هناك أمر لازم ندي الناس حقها. الشهداء الذين ماتوا لتستمر الحياة. يا جماعة، مباراة النادي الأهلي جاءت في ظرف شديد الصعوبة، ولكنه كان من المهم أن يقدم رسالة للعالم أن دم الشهداء هو ثمن استمرار الحياة، وإن تألم ذويهم ومحبيهم ومعظم الشعب المصري، ولكن لتستمر الحياة، ونقول للعالم أن مصر آمنة، والثمن ندفعه وحدنا. لولا تضحيات هؤلاء الأبطال العظام، ولولا كل هذا الغدر الذي يلاقونه، ما كانت هناك مباريات، ما كان هناك احتفالات، ما كان هناك حياة طبيعية. الناس تنزل وتروح مدارسها وترجع من مدارسها، والناس تروح وظائفها وترجع من أعمالها. كل هذا يدفع ثمنه أبطال سيخلدهم التاريخ قريبا عندما تنتهي هذه الغمة، وتنتهي هذه الأحداث التي يعني لا يمكن أن يكون لا للأديان علاقة بها ولا للإنسانية علاقة بها، ولكنها أمور في الآخر هتكتشفوا أنها لعبة الأمم التي تعزف على كل الأوتار وتدوس على كل الجماجم لتبقى وحدها في القمة. بإذن الله كل الخير لمصر، وكل التحية لشهدائنا الأبطال. كلمة لازم تقال، لأن الحقيقة احنا مش جايين نحتفل، ولكن جايين نقول بدم الشهداء استمرت الحياة، استمر الأهلي يلعب في هذه المباراة. مشهد الشرطة وهي بتؤمن هذه المباراة وكلهم يعتصرهم الألم على إخوانهم، مشهد الشرطة من داخل الملعب وخارجه، كم تحمل هؤلاء أيضا من الآلام عشان يخلونا نشعر أن الحياة طبيعية. كل الرحمة والخلود لشهدائنا. ألف رحمة ونور على كل شهداء مصر الأبرار، على كل شهداء الشرطة الأبطال اللي الحقيقة دفعوا ثمن حياتهم من أجل أن نعيش. وحتى تعيش مصر لازم أن تعيش مصر بكل ملامح الحياة الطبيعية ليها. الوقوف عند حاجة، حدث معين، تعطل الحياة، تحويل المسألة كلها إلى ما يشبه تجمد الوضع، كل ده يحقق أهداف هؤلاء الأشرار. لكن ما يحقق أهداف الوطن هو أن تسير العجلة، هو أن تمضي مصر قدما في تحقيق أهدافها إن شاء الله. جزء من مشهد الحياة العامة الطبيعية والحياة العامة التقليدية في البلاد النشاط الرياضي والنشاط الكروي منه بالخصوص. فبالتالي أن ينتصر الأهلي هذا انتصار للوطن، أن ينتصر المنتخب الوطني ويتأهل هذا تأكيد على مجريات الحياة الطبيعية في البلاد، المناخ العام في مصر أن يعود إلى كل ملامحه الطبيعية وملامحه المعتادة، هو ده الهدف الذي يرجوه كل محب لهذا الوطن ويسعى إليه كل كارهي مصر. فبالتالي استمرار الانتصارات الرياضية، استمرار تواجد مصر في المحافل الرياضية الدولية والقارية والعربية بالقوة، هذا تأكيد على أنه مصر فعلا قادرة أن هي تمضي قدما إن شاء الله دوما.
الاهلي فاز امبارح، حقق طموحات جماهير وجماهير كل الشعب المصري، عزز ملامح الصوره الرياضيه الطيبه اللي بدات تاخد ملامحها الطبيعيه، سواء بتاهل مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنه، استضافه مصر للكثير من الاحداث الرياضيه الدوليه، ما يؤكد على استقرارها وما يؤكد على قدرتها على جذب المزيد باذن الله تعالى من السياحه ومن الاستثمار، وايضا من التاكيد على عوده الحياه الطبيعيه بل المزيد من التقدم أستاذ إبراهيم للوطن باذن الله. الحياه قصيره مهما طالت، ولكن كيف تمضيها وكيف تنهيها؟ يا رب نولنا هذه الشهاده. أجمل نهاية صحيح أن تلقى ربك وأنت تؤدي رسالتك بكل الإخلاص، بكل الإخلاص. ولذلك الكلمة ضمير، الكلمة ضمير صحيح، لا تقدر ثمنها بأي ثمن، حدش يقدر ينتزعها منك صحيح. لو أنت صاحب ضمير قولها واتكل على الله. ولما اكتمل البدر اختفى النجم، ده العنوان العريض لحلقة الليلة، فيها الكثير من التفاصيل، فيها اللي حضر العفريت المغربي اللي قضى على كل العنوان ده كان تساؤل الحلقة اللي فاتت، هل يكتمل البدر؟ تساءلنا الحلقة الماضية هل يكتمل البدر فيختفي النجم؟ اكتمل البدر واختفى النجم، ولما اكتمل البدر اختفى النجم. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر مضاعفة مكافآت أبطال الأهلي نجوم هذه المباراة اللي تأهلوا بالفريق لنهائي دوري الأبطال. يمكن المكافأة كانت مكافأة البلوغ للمباراة النهائية 40,000 جنيه، تقرر مضاعفتها إلى 80,000 جنيه لكل لاعب لمزيد من التحفيز على المضي قدما نحو استعادة اللقب القاري المرموق بإذن الله. بدأ الأهلي من بعد صفارة الحكم الجنوب أفريقي امبارح الترتيب وبسرعة في كل الاتجاهات لمباراة الذهاب للدور النهائي اللي هتكون مع الوداد البيضاوي المغربي، كان المفروض ميعادها من قبل الكاف السبت القادم. الاهلي ارسل خطاب للاتحاد الافريقي بيطلب تاجيل المباراه او اقامتها يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. اللواء شيرين شمس ايضا المدير التنفيذي للنادي باشمهندس بعت للجهات الامنيه بيطلب زياده عدد الجماهير المسموح بدخوله في المباراه القادمه الى 70,000 متفرج، امبارح كان مسموح ب 50,000. النادي الأهلي بيطلب الزيادة كمان 20,000 عشان تكون الساعة 70,000، لأنه قد إيه كان الحضور الجماهيري مؤثر ورائع. كل اللي حصل في المباراة دي قد جماله وقد روعته بيدعم الرسالة اللي أنا بقولها. لما الجمهور وهو في نفس المسار والطريق الذي حدثت فيه هذه الفاجعة قبلها بيوم غير مبالي يذهب ويسافر ويخوض في الطرقات في هذا المسرح ويستطيع الأمن رغم آلامه والأعباء اللي عليه صحيح. أن يؤمن ذهابهم وعودتهم صحيح. دون أن يكدر حادثة واحدة وبعدين أما يخشوا بكامل طاقتهم، شوف الإشارات الحداد اللي أطلقها الألترس بادرة جديدة غير مسبوقة، تقدير متبادل بفطرة الشعب المصري اللي لما يخلص من الصغائر الجوهر الحقيقي يظهر. وشفت تعاون الأمن إنه يسهل لهم الدنيا يخشوا بهدوء ويأمنهم وهم خارجين بهدوء رغم الزخم والزحمة وكل حاجة. على أي حال هناك لحظات توحد الناس وتوحد الشعوب، ونحن في هذه اللحظات نتماسك اقوى وافضل شرائط. شوفوا يا جماعه اللقطه اللي انتم شايفينها دي بكل البطولات، بكل البطولات بجد، لانه كون ان الشعب وجمهور الالترس منه بالتحديد عنده مشكله امنيه، عنده صدامات متكرره مع رجال الشرطه، سبب رئيسي لتوتر العلاقه غياب الجمهور عن المدرج بسبب هذه الجماهير والعلاقة المتوترة لفترات طويلة مع رجال الشرطة، أن يحدث هذا التلاحم وهذا الدفء في العلاقة وجماهير الألترس هي اللي تحس بوجع الشرطة وجماهير الألترس تحس قد إيه أبطال الشرطة كانوا
شهداء وهم بيدافعوا عن هذا الوطن لغاية النفس الأخير. فتكون هذه الملحمة الشعبية الرائعة جدا اللي بيعبر فيها جمهور الأهلي والألترس منه بالتحديد، لأن ده المدرج بتاع تلت شمال. أول ما هذه اللقطة ظهرت كل اللي في الاستاد امبارح يا باشمهندس سقف، لأنه إيه الوعي الوطني الرائع ده؟ إيه التغير اللي بيحصل ده؟ شيء. ايه التغير اللي بيحصل ده؟ مش تغير، المفاهيم الجديده يا استاذ ابراهيم، ده مش تغير، ده المكنون الحقيقي اللي جواه، الصوره الحقيقيه اللي بدات تظهر. بعيدا عن الاهلي خد ياما بطولات، بس ان تكون هذه البطوله سببا في اعاده الدفء او عوده الدفء الطبيعي في العلاقه الشعبيه الامنيه، دي مساله في منتهى الاهميه والتاثير على مجريات الحياه في الوطن كله، على حركه المجتمع كلها. لانه الشرطه باذن الله تعالى ستنتصر ومصر ستنتصر، بس سبب رئيسي من اسباب التعجيل بالانتصار هو التلحم الشعبي، هو مساعده الشعب للشرطه وللجيش في القضاء على هذه الفلول الشريره. فبالتالي ان يكون في هذا المشهد امبارح في هذا اللقاء، اعتقد ده تغير نوعي رائع جدا علينا ان احنا نبني عليه. انت خدت بالك من حد يا استاذ ابراهيم؟ هسيبك تكمل. حادثه واحده، مفيش شكوى واحدة، الناس وعيها بمسؤولية. التدفق اللي 50,000، لحد اشتكى من حاجة، لحد تبرم من شيء، لا في معاملة سيئة على الأبواب، لا في أي تفتيش، بالعكس الجمهور مارس دوره في مساندة فرقته بكل الحماس والوعي والحب. ولما عبر عن وجعه وألمه لضحايا الشرطة عبر بكل هذا التأثير الرائع. هو أنت يا أستاذ إبراهيم في نقطة الناس لازم تتنبه لها. هي المواجهة مش كانت في 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 أوكار الإرهاب؟ صحيح. وكان متحسبين إن يعني كانوا يقدروا ينتظروهم لما يخرجوا. أيوه. تخيل دول لو تسللوا إلى عمق المجتمع المصري كانوا عملوا إيه؟ هو خلاص، ما هو هو أنت أنا بس إيه؟ كان مرمى البصر. يعني الحادث في الجيزة، أنت مش في العريش ولا في سينا، ده أنت بتتكلم في الجيزة. ميت لا يعني يعني ميت الخطر قادم اقترب. طبعا. اذا الناس رايحه، حتى الافواج اللي راحت بعديهم عارفين ان في تصد عنك في حرب. هذا حرب. هذه حرب. صحيح. حرب يا ناس، انتم مش حاسين ان احنا في حرب؟ ايوه. احنا نحارب. بالظبط. على ارض مصر بنحارب. وخلي بالك ان الدنيا كلها عماله تهدى هنا وهنا على حساب السخونه اللي هتبقى عندنا. ما هو هيروحوا فين؟ هيجروا كده ويجروا كده ويجروا كده. احنا في الاخر الناس دي فعلا بتؤمن حياتنا، مش بهزار. يعني هم لما بيروحوا على الحدود يواجهوا الخطر ويقدروا ينتظروه لما يخش عندك، لكن لا والله كل شاب من دول تشوفه، يا سلام على الرجوله، يا سلام على العظمه، يا سلام على التدريب. صحيح صحيح. ونطلع ننظر ونتكلم، والتقصير ومش التقصير، واحنا قاعدين في مكاننا لا عندنا معلومات ولا عندنا خلفيات ولا القصه. زعلانين ممكن بحسن نيه على فكره، انا مش بتهم الناس، لكن احنا خلاص خدنا زي المدرب بيشتغل. ننظر عليه لعيبه مين وما لعبتش مين ولعبت مين ولعبت، ويبقى بيكسب وعمال يكسب ولسه بيجلد. كويس ان انت جبت سيره المدربين. وليه لاعب ده وليه ما لعبش ده؟ لانه اللي حصل امبارح حدوته فنيه كبيره قوي، لابد ان احنا ننظر لمضمونها. ايه اسباب هذا التفوق العالي جدا للاهلي؟ كيف توقعه الجهاز الفني؟ كيف سعى له كابتن حسام البدري ومساعدوه؟ وماذا ينتظر الاهلي فنيا في المباراه القادمه؟ مباراه الوداد، ايه الفرق بين الوداد والنجم؟ وايه اللي حصل ليله امبارح؟ دعونا نرحب ونهنئ الكابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي. كابتن احمد اهلا بيك والف مبروك. تحياتي يا استاذ ابراهيم للبشمهندس عادلي، ودايما منورين يعني ومتالقين كالعاده يعني. يا كابتن احمد، ليلة امبارح ما جانيش نوم. شفت بقى الغنى؟ شفت الغنى بقى؟ يا رب يعني دايما بعد كل ماتش ما يجيش كده. انا مستعد اسهر للصبح، بس ايه يبقى هي الليله كده. ان شاء الله ان شاء الله. والله طبعا يعني مباراه كبيره، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكان للبود الناس كلها ان احنا كسبنا ووصلنا لخطوه كبيره، الخطوه الجايه. يعني طبعا خلينا نتكلم شويه على مباراه النجم قبل ما نقفل الصفحه دي ونركز في الخطوه اللي بعدها. انا بقول الحمد لله، يعني الناس كلها تعبت، الناس كلها اجتهدت وركزت. يمكن احنا كجهاز فني
تابعنا الفرقه بشكل كبير وكنا مذاكرينها بشكل كويس وحضرنا ليها بشكل كويس، والكلام ده وصل للعيبه وكان باين التركيز بتاع اللعيبه في الملعب والتزامهم في الملعب. يمكن من اول دقيقه ربنا وفقنا وجبنا جول، ولولا التركيز العالي عند اللعيبه واصرارهم على المكسب وانهم يعني كملوا وجابوا 6 جوان كان ممكن الهدف ده يعني في الكوره ممكن يعكس المباراه، يمكن كان ممكن يبقى في تراخي في تهاون، ممكن الايه تتعكس وده بيحصل كتير وبنشوفه في الكوره. ده انا قلت لابراهيم يا رب ما نجيب جون بدري الحلقه اللي فاتت. يعني الكوره علمتنا ان يعني ان اوقات كتير الفرقه لما بتجيب جون بدري بيحصل تراخي في الاداء، بيحصل تراجع في الاداء، ولكن احنا امبارح شفنا لعيبه الاهلي في الملعب كانوا عاملين ازاي. انا يعني وحضراتكم شفتوا المباراه حتى واحنا 6 انت تحس ان الفرقه لسه يعني متعادله، في اصرار ان عايزه تجيب اكتر، عاوزه تجيب اكتر، وفي تماسك وفي اصرار على والحمد لله. يعني عشان كده يمكن بقول احنا ربنا وفقنا عشان تعبنا، ربنا وفقنا عشان تساعدنا بشكل كويس، ربنا وفقنا علشان كنا يعني مجتهدين قبل المباراه وخلال المباراه. صحيح، هو ده ثمن الاخلاص والشغل يا كابتن احمد. قول لي هل النجم الساحلي بالمستوى اللي انتوا كنتوا قارينه ومتوقعينه، ولا الجون اللي بدري خلخلهم جامد؟ ايوه كابتن احمد فصل كابتن. طيب هنعود الاتصال بالكابتن احمد ايوب. يعني هو فعلا اشار له نقطه مهمه يا باشمهندس، لعيبه الاهلي حتى والنتيجه 6 في شغف وفي رغبه وفي نهم للمزيد. طبعا بس انا يعني مع الكابتن حسام زعلت من الجولين. البواخه بقى هتبتدي تطلع من لا انا انبسطت من جون وزعلت من الثاني. انا كنت عايزها تخلص 6-1 عشان ما اكذبش عليك يعني. لا يعني انا حتى ما كنتش عايز 7. يا سلام. لا انا كنت عايز 7 بقى مره. 6-1 ايه كانت 6 دي اللي مش قادرين؟ لا 6-1 يعني مش 6-2 ولا 7-1 يا ابراهيم. 6-1. طيب كابتن احمد ابراهيم معاك. هل يعني النجم الساحلي كان بالشكل اللي انتوا توقعتوه له، ولا الجول البدري رباكهم كتير؟ لا خلينا نتكلم كوره يا استاذ ابراهيم. يعني فرقه النجم فرقه كبيره طبعا، فرقه يعني فرقه من الفرق اللي بتنافس على البطوله. تمام. دي اول مباراه تتهزم في يعني مسيرتها خلال السنه دي في البطوله كلها، مقدمه عروض كبيره، فرقه ثقيله من العرض الثقيل. ولكن انت بيبقى عندك يعني ظروف ماتش، احداث ماتش، يوم الماتش وارد يبقى في توفيق معاك، وارد يبقى في بدلك مع الفرقه في حاجات ثانيه. ده وارد في الكوره، ودي احداث لازم انت يعني كلاعب وكمدرب تتعامل معاها في لحظتها. انا بقول احنا كنا يمكن استعدادنا اكتر، دخولنا في المباراه كان احسن منهم، تركيزنا في المباراه كان احسن منهم. يمكن كان في اخطاء عندهم احنا استغنيناها بشكل كويس. ده لا يقلل ابدا من فريق النجم، بالعكس ده يعني فريق النجم فرقه محترمه، ولكن النادي الاهلي امبارح كان يومه، كان في تركيز، احنا لعبنا على الفرقه بشكل جيد لان شفناها بشكل كويس. المحاضره بتاعت كابتن حسام، كل الكلام اللي اتقال في الملعب وكان موجود في الملعب، المساحات اللي نص الملعب بين الديفنس ووسط الملعب اشتغلناها بشكل كويس، الكرات العميقه اللي بين المساكين اشتغلناها بشكل كويس، الكرات على الاطراف خاصه ناحيه اليمين عند الراجل رقم 21 اللي موجوده اللي بيهاجم بشكل كبير اشتغلناها بشكل كويس. كل الحاجات دي اتقالت للعيبه، كل الحاجات دي كانت موجوده امبارح. ده اللي يدل ان برضه في شغل من الجهاز طبعا كويس، طبعا وبعد كده في تنفيذ من اللعيبه، فده نجاح الحمد لله. يعني الحمد لله. كابتن احمد اخبار الاصابات ايه؟ والله يعني بشكل كبير بكره هتتحدد، لان احنا النهارده راحه. صالح بره المباراه اللي جايه مش كده؟ يعني ما اقدرش اقول بره ولا جوه، لكن بنسبه كبيره هو صعب. يعني خلينا نقول ممكن يعني حسب اللي عنده في العضله الخلفيه، ولكن العضله الخلفيه طبعا بتحتاج وقت، بس لسه انا مش عارف بالظبط مدى الاصابه ايه، وربنا يسهل يكون. بس هو شكله كان حزين جدا جدا جدا، وده بيعكس اهتمام برضه عنده انه كان عايز يستثمر الحاله الجيده اللي هو كان عليها انه كامل. يعني صالح بيلعب الفتره الاخيره، لعب مع المنتخب، كان بقى له فتره بعيد، وبقى له فتره الفتره الاخيره بيشارك، فاكيد كان نفسه يكمل مباراه كبيره، كان نفسه يكملها للاخر. ويعني اي لعيب مكانه لازم هيكون زعلان انه بيلعب قبل نهائي بطوله قاريه وبيتغير وبيتصاب، ممكن يبقى فرص لحقه بالمباراه النهائيه بعيده، فطبعا يعني لازم يكون متاثر يعني. طيب مؤمن زكريا اخباره ايه؟ مؤمن ان شاء الله يكون اجهاد، وان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله، وازاره برضه ان شاء الله كده. ازاره اخباره ايه بقى؟ احنا لازم نتكلم عنه شويه بقى.
نتكلم عنه شويه. قول لي ايه بقى بعد ما ذبح العجل الدنيا فكت يعني ولا ايه؟ يعني مش عارف يمكن كان محتاج يذبح حاجه. كان لازم نذبح من بدري قوي صحيح. كان لازم يذبح من بدري. لا هو طبعا بص يعني خلينا يعني هو الولد لعيب كويس، لعيب صغير في السن، يمكن كان بيلعب في المغرب فرقه الدفاع الحسني، فرقه مش من فرق الكبار الكبيره زي رجاء زي الوداد. مفيش ضغوط كبيره زي اللي موجوده هنا، هو هنا بيلعب في النادي الاهلي يعني اكبر نادي في الوطن العربي وفي افريقيا. جماهير مستنيه دايما الاحسن من المدربين ومن اللعيبه، خاصه لما يكون فيرود مستني منك تحرز اهداف كتير. هو كان حاسس بالضغوط دي ويمكن كانت مأثره عليه شويه، يمكن كان الثقه رايحه منه شويه لانه ما كانش بيهدف، ولكن الولد يعني بيجتهد بيتحرك، عنده سرعات، بيقاتل، كل الحاجات دي مميزات عند الفيرود. مشكلة الفيرود لو بيلعب وتحس ما بيديلوش فرص، ما بيخلقش فرص، ما بيروحش للجون، ما بيضيعش، بيستخبى، ما بيضيعش لزمايله، بيستخبى، ولكن كل الأحداث في ال 18 موجود وليد، كل الكرات المشتركة موجود وليد، كل عامل اسيست كتير في معظم الأجوان، زمايله بيستفادوا منه، كان يعني رؤية الجهاز الفني كانت حسام إنه خامة وهيجي منه والصبر عليه مفيد، والحمد لله قد كان يعني رب. يعني هو كان محتاج يهدف، وهو برضه واضح مزيد من الاهداف، واضح ان شخصيته كويسه. لا هو يا راجل متزن و... وابن بلد زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله يكون مكسب نادي الاهلي ان شاء الله الفترات الجايه ان شاء الله. امبارح الحقيقه يعني اشراك رامي ربيعه في نص الملعب رائع جدا، ومحمد هاني كمان واحد من نجوم المباراه، فالله يكون في عونكم في الفتره اللي جايه بصراحة يعني. يعني طبعا يعني يمكن كانت رؤية فنية يعني من كابتن حسام ناجحة جدا، استرحاب رامي في وسط الملعب كان مميز، هاني كان مميز امبارح، محمد نجيب كان مميز صحيح. يعني بالاضافة لزمايلهم كلهم امبارح عملوا ماتش كبير، مباراة كبيرة فيها مسؤولية كبيرة، وهو النادي الاهلي نادي كبير دايما. ليه؟ لان دايما يعني 99 من المواقف الصعبة اللي بتمر عليه بيعدي منها بنجاح وبيعدي منها عشان كده. بص يا كابتن، بص يا كابتن وانت معانا، لانه دي لقطه انا امبارح وانا في الملعب استوقفتني كتير. علي معلول اللي بيحتفل معاه بعد كل كوره عملها حسين السيد، هي دي روح الفرقه يعني الكبيره. وشوف اكتر حد وعماد مع ازارو، وعماد اكتر حد بيحتفل بوليد ازارو. يعني هي دي الروح اللي بتجيب المكسب، هي دي الروح اللي بتجيب البطوله بالظبط. يعني هي الروح الموجوده دي في النادي، هي دي اللي يعني مخلي النادي الاهلي طول عمره نادي كبير. طبعا مش هننكر ان دايما في حاجات بسيطه بتحصل، طبعا شيء طبيعي وارد في اي مجتمع، في شيء طبيعي منظومه عمل وارد، ولكن في احترام، في اسس ماشيين عليها، كلنا ماشيين عليها، وده ما يزعلش حد. قول لي علي معلول ضد التوانسه بقى، يعني كان له دور كبير جدا. طبعا يعني الفتره الاخيره علي يمكن مباراه الترجي ليه بصمه، بصمتين، المباراه اللي فاتت ليه بصمه كبيره، يمكن الفتره الاخيره ماشي بشكل مميز، ومن من من يعني الاعمده اللي مؤثره في الفتره الاخيره للنادي الاهلي بصوره ايجابيه طبعا يعني. دلوقتي حسام عاشور صعب يلحق الماتش اللي جاي؟ لا صعب 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 صعب. يعني دلوقتي ازارو ذبح عجل جاب 3 اجوان، عايزين عجل كمان. لا مش عجل بقى، ده عشان يجيب سوبر هاتريك عايزين جمل. عايزين جمل. بص المهندس عادل عايز كبده جمل، قال له عايزين جمل. انت عارف فين بقى دي يا ابراهيم؟ ايوه. طب يلا بعد الهوا بقى يا ابو حميد. على طول ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي طيب الاستعداد للوداد، لانه برضه لازم ابدا اسالك الفرق بين الوداد والنجم في رايك ايه؟ وانت اكتر حد بتتابع وبتكتب تقارير. الوداد فرقه كبيره وفرقه احسن فرق السنه دي في افريقيا تنظيميا وافراد، وعندها عناصر في كل الخطوط، عناصر كويسه. احنا طبعا لعبناها قبل كده، ولكن الموضوع هيبقى مختلف تماما المره دي، والاستعداد هيبقى مختلف كمان سواء عندنا او عندهم. الامور مختلفه، انت بتستعد، هم بيستعدوا اكيد، هم شايفينك واحنا شايفينهم، ولكن الفيصل في النهايه عارف يا ابراهيم يعني يا باشمهندس، يوم المباراه ده مهم جدا جدا جدا، توفيقك، عدم اخطائك، دخولك في المباراه مهم جدا جدا. المباراه يعني يوم المباراه هي كده هي كده، والتوفيق يعني انت التوفيق لو ما بيجيش بيصعب الدنيا. لا طبعا طبعا طبعا، بس يعني برضو من خلالكم عاوز اقول الحمد لله، يعني احنا مسيرتنا في البطوله كانت صعبه، عدينا مراحل كتير صعبه، ولكن يعني مش عاوزين
يعني خلاص احنا كسبنا والموضوع انتهى بالنسبه لنا، لان لازم نركز في ماتش الوداد. لازم نركز من النهارده وننسى بقى خلاص الماتشات اللي فاتت كلها. ان شاء الله ربنا كرمنا هنفرح فرحه كبيره ان شاء الله. قدر الله لو في حاجه يبقى كانك ما عملتش حاجه، ده اللي احنا مش عاوزينه يعني. ده اللي لازم، ده اللي يعني ان شاء الله احنا بنفكر فيه واللعيبه بتفكر فيه ولازم الاعلام يفكر فيه والناس تفكر فيه، ان خلاص مباراه النجم انتهت، مباراه الترجي انتهت، عندنا محطه اخيره مهمه بالنسبه لنا، وهي دي الفيصل. هي بالنسبه لنا البطوله اهم شيء، وهي الفرحه الكبيره بالنسبه لنا. البطوله لما تيجي هي دي الفرحه الحقيقيه ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا الجمهور الكبير اللي كان موجود ده واللي ان شاء الله هيزيد عدده في مباراه الوداد يا كابتن احمد، ايه تاثيره كان معاكم؟ لا تاثيره ايجابي بنسبه 100%. يعني وانا في تونس في مباراه سوسه، انا شفت الضغوط اللي كان عاملها الجماهير التونسيه علينا وعلى البعثه وعلى الناس المرافقين. وقد ايه المعامله وقد ايه الضغط والشحن الجماهيري كان عامل ازاي. فانا يعني من خلال مداخلات وكلمت مع ناس كتير، ان انا اتمنى ان لازم الاستاد يكون مليان، عشان ما ينفعش احنا في محطات مهمه وماتشات مهمه زي كده نروح نتضغط بره والناس تيجي تلعب بقى رياحيه عندنا. لا، الجماهير فيها عامل كبير وعامل مؤثر لازم، وبتساعدنا بشكل كبير. واتمنى يكون المباراه الجايه الاستاد كله مليان ان شاء الله، ويساعدنا ان شاء الله والناس بنفس السلوك الحضاري والرياضي وكل شيء. المباراه يعني الناس صراحه يعني المباراه اللي فاتت نموذج صراحه يعني. برنامجكم اليومين الجايين ماشي ازاي يا كابتن؟ خلاص احنا يعني بكره عندنا تدريب واستعداد بقى لمباراه الوداد ان شاء الله. المحاضرات بتاعتنا، الجهاز الفني، اللعيبه، تدريبات، نشوف نتابع اللعيبه وحالتها، وربنا يوفق ان شاء الله. الف مبروك وكل التوفيق يا رب ان شاء الله بالفرحه الكبيره يا كابتن. شكرا يا باشمهندس، شكرا. شكرا كل التوفيق وتحياتنا للجميع لحد ما نبارك لكم باذن الله. شكرا للكابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي، واعتقد طمنكم على اخبار اللعيبه بالذات اللعيبه المؤثره وكل اللي اتقال عن الاصابات. يمكن صالح جمعه فيه صعوبه ان يلحق بالمباراه اللي جايه لشكواه في شد في العضله الخلفيه، لكن في المقابل وليد ازارو الحمد لله كويس، وليد سليمان الحمد لله كويس، ما فيش اي اصابه. مؤمن يمكن في شد خفيف بكره يتم التاكد. عبد الله السعيد هيكون اكثر جاهزيه. عبد الله السعيد يجهز ان شاء الله. عبد الله كان ممكن يلعب امبارح، انا لاحظت ان هو لما جيت تغيير بتاع صالح هو قال كده، النتيجه عمل له تيست شويه فعمل سبرنت قلقوا عليه شويه، قال لك لا طب بلاش خلينا خلينا. هو حسام البدر قال كده. بس انا عايز اشرح حاجه. احنا قلنا عنوان، تملي الناس لازم تعرف احنا بنفكر في العناوين ازاي. يعني مره فاتت لما قلنا البدر والنجم والبدري برضه البدر. طيب احنا قلنا المره اللي فاتت هل يكتمل البدر؟ وكان في ليله النجم هل يكتمل البدر؟ كانت الفكره ان عندما يعني يسطع ضوء الاهلي ما بيهموش اضواء اخرى. ويستطيع ان يحجبها يعني. طيب لماذا من الفلك الى الموسيقى؟ ايه علاقه الموسيقى بالمباراه القادمه؟ نادي الوداد من عشق الجمهور المغربي للموسيقى المصريه وام كلثوم تحديدا، كان فيلم وداد تزامن مع اجتماع مجلس الإدارة الأبجيكو المؤسس للوداد. المؤسس للوداد. فهم عاملين نسميه ايه نسميه ايه نسميه ايه الوداد. ف يعني شايفين القوة الناعمة بتعمل ايه، شايفين العلاقات بين الرياضة والفن والشعوب بتتخيل ازاي وتتوطد ازاي. ولذلك احنا بنقول ايه، عايزين نعزف ألحان مصرية في والله جاي رايق. اكسب اجري يعني. انت عارف ان انا قلت لك لما بقلق بطمئن، ولما بطمئن بقى، ولما بطمئن اقلق. طب وقبل ماتش الوداد ولا لا؟ ما هقلق تاني، لسه ما اشتغلتش. لازم اقلق، لازم اقلق، وهبتدي احجر عليك وعلى تفاؤلك المعلن. لما تيجي بقى تعمل الحركه الانتحاريه وتروح معايا برج العرب. برج العرب امبارح كل اللي يشوفني فين المهندس عادل، قلت لهم يا جماعه فاكرين ان احنا نتحرك مع بعض. لازم نكون موجودين في اي لحظه. عموما الناس بتبلغك السلام، لانه كذا حد يقول لي السلام امانه، فالسلام امانه من كل جماهير الاهلي اللي طلبت تبلغك تحياتها. الحمد لله الحمد لله، وانت كنت بدالي، واعتقد ان يعني شلت عبء كبير قوي في التصوير امبارح. الناس بيبلغوك السلام وقد كده مرتبطين بالبرنامج وليهم كل التقدير والشكر الحقيقه.
تم تأجيل 3 مباريات للأهلي بسبب التأهل الأفريقي ولضيق الوقت، لأنه أنتم بتتكلموا في أسبوع واحد فاصل بين المباراة امبارح والمباراة اللي جاية. فلجنة المسابقات برئاسة الأستاذ عامر حسين قررت تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري. مباراة الأسيوط اللي كان مقرر تتلعب الخميس اللي جاي في الأسبوع السابع، الثانية كانت قدام المقصة وكانت أصلا مؤجلة من الأسبوع الثاني، كان محدد ليها يوم 32 أكتوبر. المباراة الثالثة كانت مع النصر اللي كان مفروض هتتلعب 4 نوفمبر. الثلاث مباريات تم تأجيلهم بسبب ضيق الوقت بين المباراتين الأفريقيتين. والمهندس محمود طاهر رئيس النادي سوف يرأس بعثة الأهلي إن شاء الله تعالى إلى المغرب في مباراة الإياب. منطقي جدا منطقي جدا طبعا. رئيس النادي في مباراة نهائية هو عملها في مباراة التأهل وحضر ماتشين يعني دور في السيمي لا في 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 الكوارتر والسيمي يعني الترجي كان في الكوارتر بعدين رجع في السيمي كلها فالفاينل صعبة. وهذا يعني احساس بالمسؤوليه واحساس برضه بالدعم لازم الناس تحس ان الحدث كبير وده محل اهتمام رئيس النادي وهذا دأب كبار مسؤولي النادي دائما وباذن الله يرجع لنا بالكاس ومصر كلها تحتفل وتستقبله في المطار باذن الله. واكد المهندس محمود طاهر انه هو ده الاهلي، هي دي روح لعيبه النادي الاهلي، هي ديت مسؤوليه الجهاز الفني، هو ده جمهور الاهلي كمان بالتفافه باصطفافه بمساندته بدوره الكبير جدا خلف الفريق. والكابتن حسام البدري بنفس المعاني قال ان احنا لعبنا على الفوز او من اجل الفوز من الدقيقه الاولى، والاخطاء الكتيره في قلب دفاع الفريق النجم سهلت مهام لاعبتنا في ان هي استغلت كل هذه الاخطاء تباعا. واكد الكابتن حسام البدري انه حاول استغلال اخطاء فريق النجم الساحلي خاصه المساحه بين خطي الدفاع والوسط من اجل صنع فرص كثيره للتهديف. ولو اتفرجتوا على المباراه علشان سيطره كامله وتهديف كبير ونتيجه ثقيله بالشكل ده ما بتجيش اعتباطي، ما بتجيش اعتباطا ابدا. سمعتوا الكابتن احمد ايوب وهو بيقول لكم ذاكرنا كتير ورجعنا النجم كتير قوي واتفرجنا عليه كتير وفحصناه كتير، والكابتن حسام البدري حط ايده على الشكل. اتفرجوا على اهداف وليد ازارو امبارح، كل ما الكوره بتتلعب من الشمال او حتى الجون الثالث نوع بيعمل سبرنت هو في حته معينه، هو رايح دايما على الايمن البعيد في الثلاث اجوان رايح على البعيد على طول وبتتعمل له في المكان اللي هو موجود فيه. ده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي من خلال جهاز فني ذاكر المنافس بشكل كويس، حط ايده على الثغرات اللي موجوده، لان هي التحركات مفيش لعيب كوره هينزل للملعب هيتعلم التحركات من جديد، لا هي شخصيته في الملعب، طريقه ادائه، شكل التزامه، مدى استيعابه، كلها امور ثابته جدا. الرك على المدرب اللي يقدر يكتشف هذه المسائل، يقدر يلحظ حاجات معينه، يقدر يحط ايده على ثغرات الفريق المنافس وازاي يقدر يستغلها، وبالتالي لما يكون عنده لعيبه قادره على ان تهضم المهام التكتيكيه بتاعتها، قادره تستوعب التكليفات الفنيه الخاصه بيها، هتلاقوا دايما وابدا لعيبه كتيره جدا بعد مباريات كتيره تسمعوا كلمه اتدربنا عليها كتير، عملناها في التدريب كتير، بتتعمل في التدريب كتير لانه الكابتن شايف الفريق المنافس يتضرب من الحته ديت. انت النقطة دي بقى مهمة جدا. الكابتن شايف الكابتن شايف المنافس وبيفكر في الحلول. ايوه. اللي مش شايفها الجمهور احنا. ايوه. اللي قدنا في المية الباردة واخواتنا الصغيرين اللي بيكتبوا وبيجتهدوا وبيذاكروا وعندهم ثقافة جامدة جدا، لكن هم بيتكلموا في المطلق. التشكيل المثالي ده التشكيل المثالي بس الايه للمباراه ممكن ما يكونش هو التشكيل المثالي للمباراه. فعندما ظروف المنافس عندما لا والحاله بتاعه اللاعب ساعتها ايه؟ ايوه. ممكن انا في لعيبه بتمتعني لكن ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض ولا الماتش يهرب. فانت ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه، دائما خلينا واحنا بنجتهد الا نصادر على حق الجهاز الفني ونتهمه ان احنا اللي فاهمين وهو اللي مش فاهم. بس لان لحد دلوقتي كل التجارب بتقول انه فاهم. ايوه. خلاص بيحقق لي اهدافي. طبعا. واحيانا تاتي المتعه واحيانا تاتي النتيجه وحدها. صحيح. ماتش النجم كان يجمع بين الاثنين، المتعه. ايوه.
طيب هقول لك حاجه، والفن كابتن حسام طلع قال كلمه انا مش مبسوط بالجولين اللي دخلوا فيا. ده مدرب صحيح شايف ان ما يغرنيش النتيجه اللي ده دخل فيا جولين، بس لو كنت عندي خطا لو حصل لما جبتش الخمس اجوان او ما جبتش الاربع كنت رحت. ايوه واخد بالك. أيوة. طب دخل الجولين ليه؟ انا بقول لك الجون الثاني مضايقني لان كان في تقهقر وعدم ضغط على الراجل اللي بيشوط اطمئنانا للنتيجه. ايوه لان لو النتيجه فرق هدف مستحيل واحد يمشي ويقرب لحد ما يلاقي فرصه انه يشوط ويشوط. الجون الاولاني ظروفه كده، لكن انا بتكلم الجون الثاني ما ينفعش يجي في النادي الاهلي. بس وليد ازارو، وعايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، قبل المباراه واللعيبه نزلت للاحماء جمهور، عشان هو ده دور الجمهور بجد، لما نده على اللعيبه واحد واحد اختص وليد ازارو، وده جمهور التالتة شمال الالتراس واخدين جزء كبير جدا من التالتة شمال في عدد كبير جدا، وليد تعالى قعدوا يهتفوا له وهو قدامهم عمال يحييهم، دي كانت تهيئته النفسيه والمعنويه للمباراه. أيوة. لدرجه انا كان جنبي الاستاذ محمد ربيع قال لي وليد هيجيب جونين النهارده، قال لي هيجيب جونين. بص من فرط ايه لما تشوف لعيب عنده كل هذه الضغوط العصبيه الفتره الطويله شالها من على اكتافه الجمهور، الجمهور اللي هو بالكثافه دي كلها عمال يهتف له وعمال يحييه وبنحبك يا وليد الليله عيد، واخد بالك داخل المباراه. اولا طبعا فكره ان هو يذبح عجل ويعني كسبا لرضا ربنا سبحانه وتعالى ويوزع اللحوم على الفقراء، هي كلها من باب التقرب الى الله والتفاؤل وجلب جلب التوفيق، واخد بالك، فايجابيه برضو. يدخل المباراه بالنفس المفتوحه دي بالجماهير الكبيره جدا، والكابتن ايوب شار له نقطه مهمه، هو لاحظ انه كان بيلعب في المغرب في الدفاع الحسن الجديدي فريق صغير، زي ما انت تودي لاعب من هنا في فريق صغير راح يلعب مع الرجاء او الوداد في ضغوط الجماهير، فانت جايبه حتى مش من النادي الجماهيري في المغرب، جايبه من نادي صغير وهو سنه صغير، فيلاقي نفسه الاعلام عمال يتحامل عليه، وده مش فلافيو عشان نقول ما حدش بيترجم له، لا ده راجل عربي وعايش هنا وبيسمع كل التحليلات وبيقرا كل الكلام وبيشوف يعني كل الميديا، هو يعني مشكلة ان الناس تترجم له؟ هو هيهتم ويعرف بالظبط. فبالتالي الضغوط اللي كانت عليه، انت فكرتني بانهم هتفوا له. ابني خد مجموعه من الاصدقاء وراحوا المباراه. استنى خليني لحظه الوفاء ديت الرائعه برضو. بص الجمهور المحترم الواعي مش ناسي محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ما يتنسيش في ذكراه، اي حد اخلص بيترحم عليه ما يتنسيش. وهقول لك وقفتهم مع محمد نجيب وتقديرهم ليه، صحيح عمره ما وجدت هذه الاشاده وهذا التقدير زي الايام دي. طيب. لانه لاعب يلعب في صمت جندي، اقعد اقعد تعالى تعالى، وهو اي وقت يؤدي قوي 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 يعني. طيب انا كنت بقول لك ابني، قلت له عايز منك حاجه تطلب من اصحابك واذا كنت تعرف حد ان الجمهور يهتف لوليد ازار. قال لي الجمهور 50,000 انا هعمل ايه؟ قلت له بس اعمل اللي عليك، لو انتوا العشرة هتفتوا هتلاقوا الناس هتلقط الرساله. ايوه. فبقول له عملت ايه؟ قال لي ده انا لسه هقعد وهنطق، لقيت التالتة شمال كلها وليد وليد. فهم هذا الفكر موجود متأصل في ذهنية وثقافة جماهير الأهلي. أدي الدعم إمتى والمين، زي يا كرامي ما يهمكش العب ارجع زي الوحش، العب ما يهمكش ارجع زي الوحش. راح صحيح ومهيأ صحيح، وكان ممكن يروح منهارا. لكن دي اللي بتعمل شخصية بقى لعيب النادي الاهلي، طبعا تعمل شخصيه اللاعب انه عارف انه وراه ناس ساعه الجد لا واقفه في ظهره. جمهور يدخل بهذه الكثافه، جمهور يقبل على المباراه بهذا العدد الكبير، بالتاكيد كانت وراه جهود، جهود كبيره في تنظيم الدخول، في بيع التذاكر، في طرح التذاكر للبيع، في الاشراف على سيستم جديد على الكره المصريه علشان نحاول قدر الامكان نرحم هذه الجماهير الجميله الطيبه من أشرار السوق السوداء. المسألة بالتأكيد كان وراها جهود كبيرة بذلها أو بذلتها إدارة المباريات في النادي الأهلي وعلى رأسها الزميل وليد مهدي. يا أستاذ وليد أهلا بيك.
مساء الفل يا كابتن ابراهيم، مساء الفل يا كابتن عادل. اهلا يا وليد، ازيك يا حبيبي؟ جمهور النادي الاهلي الف مبروك. اهلا، الله يخليك، مبروك التاهل ومبروك مجهودك، يعني ما بيضيعش هدر في الاقبال الجماهيري الكبير، والامور الحمد لله مشيت على اكمل وجه. كابتن ابراهيم، ده انا ترس صغير في مكنه كبيره قوي يا كابتن ابراهيم. مش عاوز اقول لحضرتك المجموعه اللي شغاله معانا، مش بس في اداره المباريات، ده كل الشركات المتخصصة اللي بتطلع المشروع ده، سواء شركة الأمن اللي بتقود القصة ديت، مع فالكون الحياة كان ليها موجود رائع في الملعب، مع شركة كيلم اللي هي مسؤولة السيستم، ومع شركة فوري اللي حضرتك اللي هي بتوزع وتستلم وتستحمل الجماهير اللي راحة ما معاش بطاقة واللي ما معاش تذكرة، اللي بيرخم عليهم واللي بيزعق واللي بيقتحم واللي يعني كل دي حاجات حضرتك شفناها بشكل دول استحملوها. والدليل على كده انا بكلم حضرتك دلوقتي، خلصت المباراه امبارح، ومن النهارده الصبح كان يعني امبارح كان في اجتماع مع بعد المباراه تماما مع المهندس محمود طاهر واللواء شيرين شمس، مع اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للامن، ومع اللواء مصطفى النمر مدير امن اسكندريه، اللي من خلالهم بنحييهم كل التحيه والشكر على المجهود اللي عملوه علشان تحديد العدد، لان المباراه النهائيه بينها وبين مباراه امبارح اقل من 7 ايام، يعني حوالي 6 ايام. مطلوب من حضرتك ان يتم فتح باب السيستم ويتحجز الاونلاين وتنتهي اجراءات التذكره الورقيه العقيمه اللي هي تعبانه كلنا دلوقتي، اللي احنا حضرتنا قاعدين دلوقتي حضرتك عملنا البروفه الساعه 7 الصبح وراحت لمطبعه الشرطه علشان تطبع وتتامن وتتامن ضد التزوير. كل ديت حضرتك دي اول خطوه، ثاني خطوة بعد كده بترجع حضرتك بتجينا تاني، لازم نفتح السيستم، والسيستم اوريدي اتفتح دلوقتي، وده ميزة الحاجة المتقدمة الحديثة اللي هي بتحترم آدمية المشجع يا كابتن عدلي وكابتن إبراهيم، إنك فتحت سيستم لحاملي طاقة الجمهور اللي هم 20,000 لمدة 24 ساعة. بكلم جمهور النادي الأهلي اللي خد بطاقة الجمهور، من فضل حضرتك السيستم متاح من دلوقتي لمدة 24 ساعة بس، لأن بعدهم هيتم فتح السيستم الثاني، المرحلة الثانية، لكل الجمهور اللي هي الموحدة شمال واللي هم غير حامل البطاقة، علشان الوقت ضيق ومش مصلحتنا. انت شرحتها قبل كده، يا ريت تشرحها تاني، الفرق بين حامل البطاقة وغير حامل البطاقة. حامل البطاقة يا كابتن عادلي بيخش على السيستم، بيحط مجرد، مش محتاج يحط بياناته ولا حاجة خالص، بيحط اليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعه اللي ما يعرفوش غيره هو، هيفتح له الشاشة بتاعته عليها رقم البطاقة بتاعته، هيحط رقم البطاقة، هيقول اسمه طلب المباراة، طلب حضور المباراة، فبيلاقي مباراة الأهلي والوداد المغربي، بيدوس بيجي له رسيت، بينزل يدفع في فوري وبيختار المكان اللي هو من حق كل واحد ياخد كام تذكرة؟ من حق، وهو ياخد تذكرته ومعاه حضرتك محرر، لو حط ابنه ولو حط بنته لو هو متجوز ولو حط الزوجة، 4 تمام؟ بس حضرتك بيحط الحاجات الدالة على انه مراته وابنه وبنته. مستندات يعني. تمام؟ مستندات، فبالتالي ولو تحت 16 سنة بيحط صورة شهادة الميلاد. طيب. فدي حضرتك دي أول نقطة، ونقطة مهمة جدا، الناس كلها حضرتك يعني هو ده بقى جمهور النادي الأهلي ومعدنه الأصيل اللي متعود عليه، هيبان في الحتة دي، إن هو محتاج النهاردة ينزل مجرد انه يسجل وينزل يدفع علشان يبقى خلصنا من اول مرحله، ونبدا بكره في ثاني مرحله على طول، اللي بقى الجمهور اللي ما معهوش بطاقه اللي هو الموحده شمال. تمام يا كابتن؟ اللي هي كانت متالقه امبارح اللي انت شفتها. ده بيحجز تذكرته وبيستلمها من المكان اقرب فوري ليه بيختار. تمام؟ دي الموافقه الامنيه، احنا حضرتك خلي بقى حضرتك شغالين كل ده على يعني على 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 نظام الوقت، بنسابق الوقت فيه. يعني احنا بنسابق الوقت فيه. في فرق في السعر بين تذكره حامل البطاقه والتذكره العاديه؟ ايوه يا كابتن، حامل البطاقه بياخد 50% تخفيض، ودي تعليمات النادي واداره النادي التنفيذيه. وال 50% مستمره ولا ساعه ما اشتري البطاقه؟ مستمره. انا بسال عشان الناس تعرف بس. وبقول لحضرتك من خلال حضرتك والناس سامعاكوا، التذكره اللي مع البطاقه ب 30 جنيه. التذكره اللي من غير بطاقه ب 60 جنيه. يعني حضرتك ما تزودهاش حاجه خالص، 50%. هي حضرتك مع الشباب ومع ظروف الشباب ومع الناس
الظروف اللي حضرتك عارفينها انهم كلهم طلبه وناس برضو يعني حاله اجتماعيه. لا ده بيصرفوا سفر يعني ومرواح ومجي الله يا كابتن عدلي كل ده بنحاول تكون ارخص حاجه قيمه التذكره، مقدرين سفره ومرواحه ومجيه واكله وشربه، الود ودينا نوفر كل ده، بس هي خطوه خطوه بنبداها مع بعض ان شاء الله. بص يا وليد في حاجه اخيره. نعم. كان في شكوى كده انا شفتها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ان في شباب راح على موقع معين من فوري، فالراجل تعسف معاهم ولما ابتدوا يكلموه قفل وقال لهم انا رايح اصلي، وسابهم الساعه 8 ما رجعش الا الساعه 12 بالليل وهم واقفين. حققوا في الحاجات دي عشان انا ممكن حضرتك، انا معايا غرفه عمليات دلوقتي مندوب من فالكون، مدير المشروع من فالكون، مدير مشروع من فوري، مدير مشروع من كيلم، اي حاجه بتيجي على الخط الساخن والصفحه الخاصه بينا على الفيسبوك بيبعت لنا اسم المنفذ واسم الراجل ده. الراجل ده حضرتك مش بيمن على جمهور النادي الاهلي، الراجل ده حضرتك بيعمل شغله وبياخد عليه مقابل، بس كده بياخد عليه مقابل على التذكره، بياخد حضرتك 5 جنيه على كل تذكره، هو حضرتك مش بيمن عليه. من فضل حضرتك كجمهور الاهلي ارفع راسك وانت بتتعامل وبتتعامل صح، بس بذوق يعني بزوء. يعني كلكم اتعاملوا مع الناس بذوق، لان يعني عشان تاخد خدمه اطلبها بذوق. انا اقول لك يا كابتن عادل برضو المشكله فين، معلش حضرتك النهارده المنفذ عنده 400 تذكره محجوزين في المنفذ ده باسماء، المفروض اللي يروح يا كابتن ابراهيم ال 400 تمام. طب لو 100 بقى دمهم خفيف او 200 ما حجزوش اصلا وراحوا كده واقفين نظام يعني غلس وخلاص، هتعمل ايه يا كابتن ابراهيم؟ ممكن تعمل مشكله طبعا. طبعا ممكن تعمل مشكله، وده حصلت في فرعين اثنين لو تسمح لي اقوله من حال حضرتك. فرع بنا عشان يعرفوا ان احنا متابعين كل حاجه، وفرع القناطر الخيريه عشان برضه يعرفوا ان احنا متابعين كل حاجه، وفي اجراءات هتتاخد مع هذا الفرعين في الفتره اللي جايه بعد مباراه الفاينل الافريقي. وحضرتك مفيش حاجه صغيره او كبيره، حتى الجمهور بقى بيكلمني انا الحمد لله تليفوني ما بقاش بيبطل يعني، ويسعدني ان انا اخد اي شكوى من اي حد. ومن اخر حاجه يا كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم، محدش يدفع جنيه زياده عن اللي حضرتك دفعته عن ايصال فوري. جمهور النادي الاهلي احنا كلنا ايد واحده، كلنا في المشروع ده ايد واحده، احنا وانتوا والاعلام ثلاثه، لو احنا بقينا ايد واحده محدش هيقدر يخش بينا. واخر حاجه الوقت مش في صالحنا، فارجوك يا جمهور الاهلي تعاون بس معانا ال 48 ساعه دول لحته الحجز والدفع وانهاء الاجراء. طيب اخر حاجه، انت دلوقتي المره اللي فاتت زودت 10,000 على السيستم. تمام. في نيه انك تزود حاجه ثانيه على السيستم المره دي؟ حضرتك اي موافقه امنيه يا كابتن عدلي تيجي للسيد مهندس محمود رئيس النادي محمود طاهر وتبلغ بيها، السيستم جاهز لاستقبال اي مشكله وحلها في نفس الوقت. لا يعني حضرتك هتقول لي زود 10,000، ازود 10,000، 20,000، ازود 20,000، بس الميزه ان الجمهور يكون اللي هو الطالب للحاجه يكون جاهز للعرض المقدم ليه، فبالتالي يدفع فيحجز فنضخ منافذ فنحل المشكله. انا اظن لو حطيت 10 برضه هيخلصوا. مش هقدر احط يا كابتن عدلي غير بموافقه امنيه وجايه للواء شيرين شمس المدير التنفيذي بيحولها لحضرتك وانت استاذنا. لا ما انا بتكلم بفرض ان جات لك بقى. لا تيجي وقت ما تيجي ونتبلغ احنا جاهزين، بس يعني يا ريت لو في قرار ارجوكم الساده المسؤولين الوقت مش في صالحنا. ومره اخيره بشكر كل المسؤولين في وزاره الداخليه وعلى راسهم سيادي الوزير لحد اصغر عسكري في مديريه امن اسكندريه، لان الناس دي هي اللي تعبت معانا يا كابتن عدلي والله. طيب. العظيم سؤال بقى ما اعرفش هتعرف تجاوب ولا لا، احنا بعد كل الكلام ده ايه الاراده اللي حققناه من خلال هذا الاحكام اليوم الكبير في بيع التذاكر اللي هو امبارح المباراه بتاع النجم الساحلي؟ حجم الايراد حجم الايراد 1,450,000 جنيه. ده من التذاكر؟ ده من التذاكر حضرتك، يعني من ثمن قيمه التذاكر، رغم ان احنا يعني تعليمات الاستاذ رئيس مجلس الاداره واضحه بان هو بينزل لاقل ثمن للتذكره. لا جميل، انا بسال ليه كده؟ طب هل ده داخل فيه سعر البطاقه نفسها؟ لان انت هتاخد البطاقه للسيزون كله. كابتن ابراهيم سعر البطاقه للمره المليون 44 جنيه يتم
توريد كلهم في الشركات المتخصصه اللي بتصدر البطاقه اللي بتدير المشروع. تمام، هي بتدير المشروع اللي يعني الاهلي لا ياخذ اي مقابل من ال 44 جنيه سعر الكرنيه. رفض. تمام. انا بس اخر حاجه يا كابتن ابراهيم اسمحنا بقى اضيف حاجه صغيره بس. اتفضل. السيستم يا كابتن عدي حضرتك ال 40,000 محطوط بيتحط له 40,000 كود، وال 40,000 كود دول بيدفعوا فوري. مجرد ان الدفع الفوري بيتحولوا من حساب المالي، وحضرتك عارف الحساب المالي يعني ايه، مش من حساب، مش بيجي في شنط ويجيبها النادي، لا ده بيحول الفلوس دي لحساب النادي الاهلي تحت اشراف المدير المالي. فاذا ما فيش تذكره بقيمه ماليه تتمسك ايد بايد خالص، ممنوع تماما، هي مش في المشروع، المشروع كله اونلاين سيستم، ماديا تنظيميا اداريا. دي نقطه لجمهور النادي الاهلي عشان بس في شويه حاجات بتتقال كده. ايوه احنا كنا مطلعينك عشان توضح كل الكلام ده. كل ده بعد المباراه ان شاء الله اكيد هنوضح للجمهور العظيم كل الحاجات دي ليه. واخر حاجه يا كابتن ابراهيم، الاحصائيه اللي موجوده يا كابتن عدي، المهتم بحضور مباراه النادي الاهلي 3,550,000 بني ادم، 3,550,000 بني ادم ما شاء الله، والموافقه الامنيه 50,000 بني ادم، يعني انت مش هترضي 3,500,000 اللي هم اوريدي هيطلعوا القطط الفطانه، مش عاجبهم حاجات كتير. فبقول له بس قدر التعب اللي احنا فيه، ولو عندنا استاد بياخد 3,000,000 هنعملها والله العظيم. و30 و40 مليون كمان يا وليد. انا بس اخيرا الهدوء من الجمهور اثناء استلام الحاجه، الماتش فاينل والاقبال عليه كبير، فحضرتك سجل وتعامل بهدوء ونبتسم، واللي رايح اللي حجز هو اللي يروح بلاش زياده، لان المنافذ متامنه من الداخليه، متامنه من شركه فالكون، ومتامنه من الناس بتوع المنافذ نفسها. ومن خلالك بشكر كل المنظومه دي كلها من اكبر حد لاصغر حد، وربنا بس يتم المباراه، ربنا يوفقكم ونقدر يا كابتن ابراهيم، ربنا يوفقكم ان شاء الله، ويبقى الاهلي هو الرائد باستمرار الذي يقود كل حركات اخر حاجه يا كابتن عدلي. اتفضل. طلبت منكم طلب في المره الاخيره. اتفضل. اوعى تقول لي عايز تذكرتين مننا. لو تم الغاء التذكره الورقيه ثلاث مرات اهو، هننتهي من 90% من مشاكل جمهور الكره في مصر. صحيح. وهتبقى حاجه اسمها اونلاين، لا يتم تدويرها او تزويرها او تنقلها بين الايادي، هي دي رسالتي الاخيره لكل المسؤولين ان شاء الله. دي الخطوه الجايه ودي قربت، يعني قربت. لو انت حضرتك عملت كام حلقه كده فيها زخم وجبت المسؤولين وخدت القرار على التليفون. طيب باذن الله. طيب انت بيقولوا لي الحاجه هدى كبيره مشجعات الاهلي هي حرصت النهارده تيجي وتحجز وتاخد تذكره. والله انا فوجئت يا فندم بالحاجه هدى جايه مع الامن بتاع النادي الاهلي ومجموعه شباب. ودي كانت طبعا شغله بال كتير ناس على الفيسبوك الفتره اللي فاتت. وهي ست طيبه زي امهاتنا كلها. وجت بتقول لي انا عاوز اعمل بطاقه الجمهور. قلت لها يا حاج يعني انت عارف ايه بطاقه الجمهور؟ قالت لي بطاقه الجمهور دي الناس قالوا لي ان هي هتحل مشاكل كل حاجه وعاوز ابقى متواجده، فبالتالي يعني اخذنا منها بياناتها ووريناها شكلها على البطاقه هيبقى عامل ازاي. انت عارف مين اللي معاها ده؟ انت بتتفرج ولا ما بتتفرجش؟ لا انا بس حضرتك اللي انا عرفت انه كان معاها الكابتن محمد عدلي بالظبط، صحفيين محترمين بالظبط، وكان معاها الكابتن عدلي وكان معاه برضه من امن النادي. كانوا مهتمين بها جدا يعني. كويس كويس ان شباب النادي يكون عنده تقدير للواحدة أهلوية كبيرة كل الظروف جاية وحريصة إن هي تطلع البطاقة. كابتن إبراهيم أقول لك على حاجة، كابتن إبراهيم إمبارح في ماتش الأهلي كان في منظر حضرتك ما كانش اتعمل على السبوت، بس أنا بقول لك من الكواليس. كان في حضرتك 35 من شباب متحدي الإعاقة في الاستاد. صورتهم في الاستاد كانت رائعة، والأروع منها إن اللعيبة بعد نهاية المباراة يا وليد راحوا لهم وادوهم فانيلاتهم. يعني كل واحد منهم طلب فلنة من اللاعب اديها له بعد انتهاء الماتش. وأقول لحضرتك خبر كويس حلو برضو، ان اللي ما خدش فانيلا اتاخد اسمائه وتيشيرت النادي الاهلي هيروح له، ده اقل هديه من النادي الاهلي ليه، عشان احنا كلنا نسيج واحد يا كابتن ابراهيم ويا كابتن عادل. عظيم يا اهلي، متشكرين جدا. الف شكر. شكرا جزيلا للاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات في النادي، واعتقد الاقبال على تذاكر المباراه النهائيه السيستم ده يا جماعه هيعمل تطوير جامد حتى في التسويق.
هتبتدي تسوي سيزون تيكت يعني ما تستقر الظروف الأمنية ويقدر يديلك الساعات المتحددة بقى تقدر تبيع الساعة كلها ببطاقات وتريح دماغك من الليلة دي كلها. صحيح. عشان كده حتى عماد متعب وده كان عريس امبارح يعني حجم الاحتفاء والاهتمام والهتاف لعماد من أول ما نزل يسخن مع اللعيبة البدلاء فيها خصوصية عالية جدا، فيها تقدير وفي حب، ودي بتاعة ربنا، في حب شديد جدا لعماد متعب وفي تقدير لقيمته وقيمة مكانته. وشفت الكابتن حسام البدري معانا في الحلقة الماضية اتكلم على عماد بكل الحب. ايه شايفين؟ بصوا الجمهور وهو بيتفاعل امبارح، وشوفوا واحد من متحدي الإعاقة اهو الراجل يعني مفتوح، هو ده بيطلع دلوقتي كل مباراة وجاي بالعكاز وجاي بكل حماسه مع الجمهور. لقطات إنسانية الحقيقة كانت معبرة ومؤثرة جدا. عماد متعب يمكن بعد المباراة قال إن جمهور الأهلي هو كلمة السر في الليلة دي، الليلة بتاعت النجم، الليلة اللي اكتمل فيها البدر، كان نجم اللقاء فيها من وجهة نظر عماد متعب هو جمهور الأهلي. فعلا الجمهور استحق كل هذه التحية. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان مدير الكرة، خلاص بقى خلصنا من النجم، تأهلنا للنهائي، فبيفرض حظر إعلامي على كل اللعيبة للتفرغ للاستعداد للمباراة النهائية إن شاء الله. أنت رصدت اللقطة بتاعت حسين السيد و لقطة علي معلول، ولاحظت عماد متعب مع أزارو بعد كل جول. يعني أنت عديتها دلوقتي أول ما حاجة تقول لي اصبر بقى، هات يا عم شوارب، هات حسين السيد خلاص مع معلول. لا اهو ايوه اتفرج. لا انا مش بتكلم على دي، انت اتكلمت على دي، انا بكلمك على ان في وليد ازارو كاتب. طيب الكاف دلوقتي محمود المخبزي بيبلغني الكاف ابلغ النادي الاهلي دلوقتي المباراه السبت الساعه 7 خلاص قولا واحدا، رفض تاجيلها للحد خلاص ماشي، وبقت السبت الساعه 7 مش مشكله الاهلي والوداد. اليوم اللي هتخسره هنا هتكسبه في السفر. هي ان شاء الله باذن الله. بص علي معلول وهو رايح لحسين السيد. سيبك بقى، انا عايز اقول لك بلاش اقولها خلاص. قول إن قول الله. يلا يا شوارب، لما ازارو يقول لك ان متعب كان واقف جنبي بيدعمني قبل المباراه بيقول لي هتجيب جون، فلما جبت جون رحت له، راح لمتعب راح لمتعب يحتفل معاه ومتعب خده في حضنه لانه قال له انت هتجيب جون النهارده باذن الله. ادي يا عم، هي دي روح الاهلي وهي دي اجواء الفريق الكبير، اجواء الفريق الكبير بجد. اللاعب البديل، اللاعب الاحتياطي للاعب اللي في الملعب، يعني حسين السيد هو اللاعب الباك الشمال البديل اللي قاعد لو منافس ولا مستنيها هيبقى نفسه انه علي معلول ما يلعبش كويس، انه كابتن حسام يدفع بيه في اي وقت، انه يركب وياخد فرصه. لكن تخيلوا اللي فرحان لعلي معلول بكل هذا التألق والأداء الرائع جدا في المباراة هو حسين السيد، واللي بيحتفل بوليد أزارو ويروح له وليد بمجرد ما يسجل عماد متعب. ما اعتقدش في حالة ممكن تصنع فرقة بطولة بجد أكتر من التفاصيل المهمة ديت. دي اخبار الكره كلها، ده استعداد الاهلي التاهل للمباراه النهائيه وتاكيد الكاف على انه المباراه النهائيه الاهلي والوداد في استاد الجيش المصري في برج العرب السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 7 مساء. في كره الطايره سيدات، وده خبرنا الاخير، الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق انسات الطايره بيستقر على قائمه الفريق للموسم الجديد. يمكن اعلنها كابتن حمدي الصافي في مركز صناعة اللعب شروق فؤاد ودانا شوقي وسارة مؤمن وسهيلة وفيه، وفي مركز 2 آية الشامي ورانا الجوهري ومروة مجدي، وفي مركز 3 مريم متولي ونرمين المنشاوي وفريدة العسقلاني ونور نور ياسين وميار خليفة، وفي مركز 4 نهلة سامح ورحمة حسن وعواطف عصام ومايا ممدوح وسلمى سعد و كاترينا سيليشن. انت عامل لي فاك، انت عامل لي فاك، ايوه عامل لي فاك. طب اجيبها لك، اسمها ايه؟ كاترينا سيلشينكوفا. سيلشينكوفا سيلشينكوفا بس انا ما سبتلكش مهالمبي. طب يعني مهالمبي وقال لك اسمه باكا، دي بقى ايه؟
كاترينا. كاترينا. ايه كاترينا. ايه كاترينا. وفي الليبرو مريم مصطفى وآية عبد الله، ده النسات الاهلي للكره الطايره في قائمه الموسم الجديد اللي بيدافع بيهم الكابتن حمدي الصافي عن بطولات الاهلي للحقيقه مع بنات الكره الطايره الجيل او الفريق الذهبي باستمرار. طيب ازاي اكتمل البدر؟ وايه سبب اكتمال البدر؟ وايه حكايه العفريت المغربي؟ بعد الفاصل. في موضوع هنكلمكم فيه بتاع الرشاوة للاعبي الأهلي قبل المباراة، ولكن قبل ما نتكلم فيه لأن ده موضوع عجيب وغريب وخطير وحقير. قبل ما حقير. وحقير. ورخيص وكل اللي تقول. قبل ما في جاءك البيان التالي في اللحظة اللي احنا قبل ما نتكلم فيها في الموضوع ده. قول لنا ايه اللي جالك؟ حفل ذا بيست اللي بينظمه الاتحاد الدولي لاختيار الأفضل على مستوى العالم هذا العام أسفر عن فوز زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2017، بوفون الإيطالي الأسطوري أحسن حارس مرمى، جماهير سلتيك الاسكتلندي أحسن جمهور عن دخلة مميزة ليها جدا، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، الهولندية ليكي مارتينيز أفضل لاعبة. ده اختيارات ذا بيست حتى الآن، يمكن حتى فريق الأحلام في حراسة مرمى بوفون والثلاثي الهجوم في فريق الأحلام ليمار وميسي ورونالدو، ما يعني استمرار المنافسة بين هذا الثلاثي الذهبي اللي حسمها في النهاية لصالحه الأسطورة كريستيانو رونالدو كأحسن لاعب في العالم. مختلف. مختلف. أنا مختلف. أنت مختلف ولا هو؟ أنا مختلف عنه. عليه. مختلف عليه. مش على قيمته. لعيب فاز وبيعمل فارق مرعب. ولكن الحقيقة ميسي. إلا إذا كان بقى الشهرين اللي فاتوا دول مش في حسابات المسابقة. لأن الشهرين اللي فاتوا لا ميسي بلا منافس. عامل فرق مع ناديه ومع منتخبه وحاجة لوحده. بيغرد بقاله أكتر من شهر ونص ولا شهرين بيغرد. لكن كريستيانو أنا بقى دلوقتي أحبه أكتر من ميسي. لأن له مواقف إنسانية رائعة معانا. يعني الراجل ده دمه كده بحر متوسط. يعني الظاهر إنه قريبنا بس من بعيد. لأنه بيتعاطف في مواقف إنسانية هايلة جدا، بيتعاطف مع القضايا الصح زي قضية الفلسطينية. وبعدين شكله هيجي مصر قريب. عارف الخبر ده ولا ايه؟ ايه بقى؟ ها؟ يقال يعني الله اعلم. ان ابو هشيم هياخد اخته. هيتزوج اخته. او خطبها او هيخطبها. يا بخت من ابو هشيم هيبقى ابو نسب. طيب انت يعني قبل نتائج ذا بيست كنت بتقول ان لا ميسي الشهرين اللي فاتوا بالنسبه لي ملوش منافس، لكن على سنه فاتت انا معاك. كنا ما نتمناش نقول اللي هنقوله ده، لانه بصراحه صعب ان في عقليات بشر تنزل للمستوى المتدني قوي ده. الرياضه منافسه وممكن تكذب، بس حتى ان كنت كذوب خلي عندك يعني بتعريفة عقل شوية، خلي يعني اكدب الكذب اللي ممكن تتصدق. لكن في وقت الأهلي بيخوض مباراة في سيمي فاينال أفريقي، عايز يفوز بدوري أبطال أفريقي عشان يسعد كل هذه الملايين من الجماهير، يطلع واحد مصري. أيوه وكتاب الله مصري، ده صعيدي كمان وبلدياتي من أسيوط. من أسيوط؟ وبتقول يطلع، ما انا بقول لك للاسف، يطلع يقول انه فيه رشاوي داخل فرقه النادي الاهلي للتواطؤ للهزيمه في المباراه. انتوا متخيلين ومين اللي بيقدمها؟ ده ممكن يكون احد المرشحين. شوف بقى السم اللي يعني شوف استغلال الظرف الانتخابي عشان تضرب في مقتل.
مش عايز اقول انه عمر جلال هريدي عضو سابق في مجلس اداره نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني بقيمته وتاريخه والناس العظام اللي ترأسوه واللي شغلوا مع قاعد مجلس الاداره مؤكد انه تاريخهم انضف بكتير جدا من مثل هذه السلوكيات. لانه الامر يصل الى هذا القدر من التدني لابد من وقفه. لما يقول لا وكان عضو مجلس الشعب يعني المفروض يا عم ما هو عضو مجلس الشعب كان بينجح ازاي؟ استنى بس يعني يا حبيبي انا مالي عنده حس سياسي يعني هو مش عبيط زي ما انت بتاع لا 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 ومش بريء زي لا لا ال 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 العبط عبط الكلام لا أنا يعني معلش لا انا ما قلتش عبيط انا يا سيدي انا او كما يتهيأ للناس يعني ليس دي مش زلة لسان بعد ما تحكي اللي عندك حكي اللي عندي. طيب الراجل ده احكموا انتوا وكل واحد بينكم بينه وبين نفسه يقدر حتى لو هو مش اهلاوي يقدر يقيم الكلام اللي هتسمعوه ده ازاي. يقول فضيحة أهلوية نادي القيم والمبادئ يتردى تحت وطأة الانتخابات، ويكتب عمر هريدي على صفحته في الفيسبوك أمس في وقت متأخر ليلا وفي أحد فنادق الإسكندرية وتحديدا على الطاولة رقم 8 بسلامته متابع قوي جلس أحد المرشحين على منصب فردي مع لاعب كرة شهير بالنادي ولاعب آخر في حراسة المرمى. يعني الراجل عايز يقول المرشحين على المنصب الفردي 3، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الوزير العمري فاروق نائبا للرئيس، الأستاذ خالد الدرندالي أمينا للصندوق. دول الثلاثة المرشحين على المناصب الفردية، لأن هو سياق الكلام إن الناس ديت عايزة ترشي شريف إكرامي هو اللاعب المهم في حراسة المرمى. لا استنى بقى. ولاعب آخر مهم في الفريق. استنى بقى. مش في اتنين مترشحين رؤساء؟ ما تسقطهمش من حسابك. طالت الجميع. طيب. هذا كلام طال الجميع. يكمل هذا البني آدم كلامه بيقول لك ودار بينهم حديث واتفاق حول تخاذل بصوا بقى الكلام اللي يفقع المرارة، حول تخاذل عدد من اللاعبين في مباراة النجم الساحلي. مدام ذكرت لي النجم الساحلي يبقى انت بسلامتك حددت ان ده النادي الاهلي، مدام هتعمل لي محامي شاطر انت كده حددت ان ده النادي الاهلي. يقول لك نادي القيم والمبادئ سيدي التلقيح يعني. سيدي ليخرج النادي من البطولة فينسحب أثرها على الانتخابات. شوف بقى الكلام التاني، وتسلم اللاعب الشهير حقيبة صغيرة لونها أزرق ماركة تومي هاي فيجر من المرشح وانصرف، وقام المرشح بطلب الشيك أو الفاتورة بتاعت حساب الترابيزة وسدد قيمتها نقدا من الأوراق المالية فئة المية جنيه استخرجها من رزمة مالية كانت في جيب الجاكت وليس من حافظة نقوده. قال يعني الراجل ايه دقيق للدرجات. لا بس هو نسي حاجة واحدة بس، الأرقام المسلسل بتاعت الفلوس. وعندما هم بالانصراف توقف برهة. ده هو يعني اخراج بقى، استدعى لحظة الاخراج والسلمة. ام قايم كده صبر شوية ثم انطلق. ده بقى الخيال بتاع المخرج ده. توقف برهة ثم أسرع منصرفا وهو يتوارى. داروني ما دار بينهم من حديث واتفاق، ده لسه الراجل ده بيقول هذا الكلام الغريب جدا. ما دار بينهم من حديث واتفاق يندى له الجبين. طيب ويفضح هؤلاء المتشدقين بالقيم والمبادئ. ده كلام على الفيسبوك. صحيح اللي كتبه حد يفترض انه ذي صفه، ملهاش دعوه انه محامي ولا بتاع، يعني مش ده القضيه، بس هو عنده صفه انه عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك. اللي انا بصراحه باخد عليه او بسجله على الزملاء في بوابه الاهرام، الاهرام اعرق مؤسسه صحفيه في الشرق الاوسط. مؤسسه علمت الناس كلها
الرصانة والدقة والتدقيق والأمانة والمسؤولية. الأهرام زي ما درسناها قبلة الصحافة المحافظة في الشرق الأوسط، الصحافة المحافظة بكل معانيها وبكل التزاماتها وبكل رصانتها، تنشر كلام زي ده على إنه خبر؟ ممكن أسألك سؤال؟ سؤال بس واحد، أنت معترض على توقيت النشر وعلى مبدأ النشر؟ على مبدأ النشر عايز أقول لك على حاجة، لا يمكن إنه السوشيال ميديا تتحول إلى مصادر أخبار، دي كارثة مهنية رهيبة. لا الخبر مش في الخبر، الخبر من وجهة نظري إن الإنسان ده بس كل الصفات دي عضو مجلس الشعب، عضو مجلس إدارة سابق في الزمالك، وأعلن ترشيحه، أعلن ترشحه لرئاسة مجلس الزمالك ولم ينزل، وأنا رهنته إذا كان يجرؤ ينزل قدام المستشار مرتضى منصور وقتها. وأنت هتجيب دي كان ممكن يعني لا أصبر بس، أنا وجهة نظري إيه؟ ده لما كتب هو الخبر مش المضمون الخبر، هم عارفين إن ده كلام فارغ، لكن توقيته أنا معاك ما كانش ينزل دلوقتي، ينزل بعد الماتش ولا ينزل في مؤس... في, 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 في في يا سيدي معلش ما ينزلش في سطح إعلامي مسؤول، معلش أنا مختلف مهنيا في كده. السوشيال ميديا أنت راجل دارس وأنا راجل لا، السوشيال ميديا لا يمكن تكون مصدر من مصادر الأخبار، لأنه ألف باء يعني هو ألف باء هيقولك أنا ما قلتش، ألف باء هيقول ما قلتش، مش موقعه. بس في بقى تفاصيل كارثية أكتر بقى، وأنا هنا هذكر أسماء. الراجل ده دعي من إذاعة الشباب والرياضة امبارح من الزميلة نجلاء حلمي، لما الكلام ده اتنشر، الكلام ده مش ضرب نار، ده ضرب أرب جهات، لأنك أنت بتقول لي في رشاوي في فندق إقامة الأهلي ليلة المباراة لأسباب انتخابية عشان الأهلي يخرج. طيب الستة دلوقتي بيجعوا طبعا، إن الأهلي يفوز بالستة بعد الرشاوي ديت اعتقد دي توجع جامد، بس هما جملوه في الجون الثاني، مش ده الموضوع، هما جملوه في الجون الثاني مش ده الموضوع، لكنه وحتى التفاصيل، يعني التفاصيل لو في اطفال صغيره هتتفرج علينا هتضحك كتير على كلام عبيط زي ده. الله. في مسؤول مرشح ونجم ويقدر يروح فندق اقامه الفرقه عشان يقول لك خساره، عشان يتامر عليها، عشان يتامر، ولا في مدير كوره ولا في مدرب ولا في لعيب ولا في حد، ويقعد على الترابيزه اللي بسلامته شايف انها نمره 8، لا 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 ده انت حدق قوي، ده انت مدقق جامد صحيح، وبعدين انت قاعد على الترابيزه واخد شنطه الفلوس وبتستخبى وانت ماشي، ايه ده يعني؟ اذا كنت انت قاعد زي ما انت بتقول وطلع قال من جيب الجاكيت مش من المحفظه، طب ما انت شايفه، اذا كنت انت شايفه بيتوارى ليه الراجل؟ انا بس هسألك سؤال، كانت النتيجه ايه؟ احكي لي ان ست اهداف يوجعوا مثل هذا الكلام الغريب العجيب العبيط بجد، لانه الكلام ده يتنشر بين جماهير عشان يعمل فتنه في هذا التوقيت في ليله مباراه مع فريق بيمثل البلد، يتقال كلام زي ده؟ اعتدنا انه في الفيسبوك وفي السوشيال ميديا لما حاجه زي دي تتقال اول حاجه بيعملها اي حد عايز يهرب من المسؤوليه، لا ده انا الاكونت بتاعي حصل عليه سطو وحد كتب الكلام ده باسمي وانا غير مسؤول عنه، ده اللي بيحصل. نجلاء حلمي الاذاعيه في اذاعه الشباب والرياضه كلمته لما قرت الكلام ده، قالت له انا عندي حلقه من واحده لاثنين تاني يوم للمباراه يعني النهارده، هل تقدر تيجي تتكلم عن القضية الخطيرة ديت؟ قال لها ده أنا عايز، ده أنا دعيت لقنوات كتيرة ومن ناس كتيرة، دي الشنطة دي ظهرت في المدرجات أهي، يمكن الجمهور بدأ بقى تم العثور على الشنطة بس الماركة غلط. فقالت له قال لها طب يا ريت أنا عايز أجي أحضر، أنا اللي هاجي في الاستوديو في اذاعه الشباب والرياضه من واحده لاثنين وهقول كل حاجه. وقال معايا مستندات. ودول بيتشدقوا بالمبادئ وده لا نادي مبادئ ولا قيم وكلام مش وقته ومش مجاله. نجلاء حلمي حسب روايتها ليا شخصيا النهارده ما كانتش ابدا شاكه ان الراجل ده هيجي من فرط حماسه ورغبته وتأكيده. ومستنداته.
مستنداته. لكن فجأة النهاردة الصبح خلاها تخلي واحدة عنده في المكتب تتصل بيها، عمر بيه مش هيقدر يجي النهاردة أصله طلعت عنده قضية فجأة، استدعي لقضية فجأة. ليه طيب؟ طب راحت فين المستندات؟ طب ما انت كنت عامل سبع البرومبا وجاي عشان تفضح وتكشف ونادي القيم ومنادي المبادئ والرشاوى. دي اهم قضيه. في قضيه اخطر من كده؟ ده انت اسمك بقى على كل لسان. لكن لو كان الهدف طبعا ما راحش، وحل زميل اخر الزميل ابو المعطي زكي عشان يتكلم في نفس الموضوع في نفس الفقره اللي اختفى فيها عمر هريدي خالص. بس هل تفتكروا ده مستوى مسؤول؟ تسمح لي بقى كلمه مسؤول دي؟ اتفضل. احنا مش بالسذاجه والطيبه دي. الموضوع ده كان مقصود به تحطيم معنويات النادي الاهلي وتحديدا حارس مرمى. اما يطلق هذه الشائعه الحقيره الرخيصه رخص الذي فكر فيها انه يقول الكلام ده لصباحيه المباراه، هذا لتوقعه انه يحصل جون ولا بتاعه الاهلي يخرج، تبقى دربكه جوه النادي الاهلي والجماهير تفقد ثقتها بفرقتها ونبتدي نلدغ في اللبانه دي. ما كانش بقى مستني بقى القفل اللي في الملعب. ده مش قفل واحد دول ست. وفي واحد في الطياره. عشان عنتر ولبلب. ايوه. واخد بالك؟ هو كان، وخلي بالك بقى. والله الشيء بالشيء بيذكر، وهي الليلة دي اللي احنا بنتكلم فيها من أول يوم يا جماعة، الموضوع كبير قوي. كلمة نادي القيم والمبادئ حرقاهم قوي قوي أكتر مما تتصور، لا بطولة ولا تصنيف ولا كورة، النادي القيم والمبادئ، لأن دي ما بتجيش إلا بتاريخ وأحداث وناس بتطلقها عليك، احنا لم نطلق على أنفسنا أي شيء. وما كتبناش على اليافطة. الناس هي اللي بتقول اعملوا زي الاهلي نادي القيم والمبادئ، خلاص. ولهذا انا على طول كنت بقول ما حدش هيسرق تاريخنا يا ايها المخترقون ولا المخترقين، انت المخترقين بقى ابعدوا عننا لانكم مش هتعرفوا تزوروا تاريخنا ولن نسمح. والحمد لله، بسم الله ما شاء الله، الفتره اللي فاتت دي كشفت ان في جيش من الأهلوية الشباب عندهم تاريخ النادي الأهلي وهيدافعوا عنه. اوعى تفتكر ان بالصدفة يتفتح ملف في نادي القرن، ولا بالصدفة نادي القيم والمبادئ والرشاوي، دي مش صدفة. ده اذا كان البعض المخترقين قال يعني ذكي قوي عايز يتوارى اليومين دول، ده انت بقالك 4 سنين، اشمعنى اليومين دول بتستخب؟ هتنطلي علينا؟ لكن لإطلاق المدفعية الجانبية في نفس المعنى، القيم والمبادئ، القيم والمبادئ المدرج هو اللي رد له عليها، الملعب هو اللي رد له عليها، يا رخيص. هذا الذي تقول، إذا لم يثبت كلامه هنفضل نقول عليه الرخيص، خلاص. عمل كده هضرب له تعظيم سلام وقدمنا المستند، وهيبقى الرخيص اللي عمل كده طبعا. كويس؟ طبعا. الرخيص على فكرة ده الله سبحانه وتعالى شرع الغيبة والسباب في حالة واحدة بس، للمظلوم. للمظلوم ان هو يدعي ويشتم ويعمل. ليه؟ لان انت اما بتيجي تتهم حد في شرفه بيبقى خطير. فما بالك ربنا سبحانه وتعالى وصف صاحب مثل هذا السلوك بايه؟ فاسق. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لو حد فاسق جالك بنبأ خطير يمس حد، لازم أن تتبين وتتثبت. ليه؟ ان تصيبوا قوما بجهاله. هو كان فاكرها هتعدي والنتيجه اللي في ذهنه تحصل. ايوه. يبقى تمشي، يبقى رشعت وهاشتاج بقى. يروح حاطط لك مش عارف ايه. وبعدين خلي بالك الراجل ده قبل كده رفع قضيه، هو مش عندنا الحاجات دي وكنا هنجهزها ولا خلاص بقى رفع قضيه ضد اتحاد الكوره، زيه زي اي حد من حقه يرفع قضيه، من حق يعني ما هو هواه الشهره كتير. وانا عايز اقول حته
في الرغبة في الشهرة، لأنه شغف الشهرة مرض. لو حد بيعمل مصيبة زي كده فاهم إنه لما اسمه يبقى على كل لسان والشباب يكرر اسمه في السوشيال ميديا، فمن وجهة نظر صاحب مثل هذا السلوك إنه كده بقى مشهور. يا سيدي التوربيني في فترة كان أشهر مشهور في مصر، كتكوت في فترة كان أشهر مشهور في مصر. المشكلة والمهم أنت مشهور بإيه؟ أنت سيرتك عند الناس إزاي؟ أنت صورتك عند أي حد محترم عاملة إزاي؟ هي دي الفكرة. لكن لو مجرد ترديد الاسم وترديد الصورة ده معيار شهرة، فهي بئس الشهرة الحقيقة، لأن الشهرة سلبية جدا. هذا الرجل قبل كده رفع دعوة على اتحاد الكرة. يا أخي للأسف أنا كنت والله شايفه وأقوله بحبه، حاجة غريبة. رفع دعوة على اتحاد الكرة بعد ما خد حكم أول درجة، رهن الاستمرار في القضية. شوف بقى المقايضة، ما هي السلوكيات بتفسر بعضيها، هي كده الأخلاق الحقيقة. ترفع دعوة كشف لفساد، أضرب لك تعظيم سلام. تلف عشان تقبض تمن لهذا الموقف بمقايضة بموقف آخر، ما أقدرش أضرب لك تعظيم سلام، أكتفي بالستة بتوع الأهلي. نشوف هذا الفيديو وهريدي بيرهن قضية اتحاد الكرة مع مساعدة الزمالك في إعادة مباراة المقص. صوروا كده، شوفوا المواقف المحترمة قوي. نفكركم بالفيديو ده. هل من الوارد في أي مرحلة من المراحل أنه تتنازلوا عن الدعوة؟ بالنسبة لي؟ الدعوة دي أنا مقدمها حضرتك لجماهير نادي الزمالك وأعضاء نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك في كورقة ضغط يستخدمها على مجلس الإدارة الحالي نتيجة الظلم الباين اللي وقع علينا إحنا كزملكاويين. لا 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 طبعا لا، ده كلام بقى إيه كده أفهمه تاني. نقوله تاني نقول أولا، خلينا نقول إنه تاريخ نادي الزمالك من الظلم التحكيمي والظلم الإدارة اتحاد كرة القدم على عبر سنوات طويلة عظيم، فاض بنا الكيل إلى أن جات آخر دبوس، يعني خلى البالونة انفجرت. الماتش الأخير بتاع المقصة ده حلو، فربنا أراد. يعني بقول الحمد لله، يعني بحمد ربنا، وأنا كزملكاوي بحمد ربنا بقول الحمد لله إنه جه الحكم ده في التوقيت اللي فيه المشكلة دي، اللي إحنا مش قادرين ناخد حقنا من اتحاد الكرة عبر سنوات طويله. فايه بقى؟ فلا، هذا الحكم اللي هو الشيء الوحيد اللي ممكن خلينا نتنازل عنه هو جميل. فحضرتك يعني حضرتك دلوقتي بتضع الحكم بالكامل، رهن واشاره نادي الزمالك واعضائه وجماهيره، لانه انا كزملكاوي. فاذا حصل اتصال او اتساق ما بينك وبين اداره نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك وقال لك احنا محتاجين ان احنا، اذا مجلس اداره نادي الزمالك تم تفويضه من اعضاء الجمعيه العموميه، ما هو تم تفويضه، لا تم تفويضه فيما يتعلق بهذا الحكم، مش فيما يتعلق بقرار الاتحاد. وده محتاج تعمله جمعيه عموميه برضه؟ لا مش يعني هو التفويض ما يبقاش بالشكل الجمعيه، ولا ده مش امر، لا يعني اقصد ايه، انه اعضاء النادي عندنا كلها اجتمعت ووافقت على، لا ده انا هبص له على ان هي مبادره، يعني انا هاخد كلام حضرتك دي على انها مبادره من الاستاذ عمر هريدي صاحب الدعوه، انه بيضع الدعوه دي كورقه ضغط لصالح جماهير نادي الزمالك ولصالح اداره نادي الزمالك. طبعًا يعني انا هاخد ده كمبادره من حضرتك، بتقول للناس اهو في نادي الزمالك، اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ادي الدعوه القضائيه، انا ممكن اتنازل عنها لو انتوا عايزين في اي وقت، بشرط انه مطالبكم تنفذ تتحقق. أنا عندي ملاحظتين. أولا، هو كان عايز ينزل رئيسا لنادي الزمالك، وعلى فكرة في آخر الفيديو يعني في الحلقة دي قال أنا هترشح رئيس نادي الزمالك أو بتاع، حقه طبيعي. حتى احنا هنا قلنا لن يجرؤ أن ينزل قدام يعني مرتضى منصور. لكن الملاحظة الغريبة جدا أني بقول لك أنا عشان الموقف ده أنا هتنازل لو عادوا المباراة مقايضة، ما هي مقايضة. خليني أوصل للنقطة اللي هي توضح لك التناقض. ده الكلام ده لو كان هو رفع القضية عشان بمناسبة المباراة أيوة، لكن ده أنت رافعها وكسبتها
على واقع تاني. انما قلت استفيد من وقال لك الحمد لله ان دي حصلت وتزامنت مع الحكم. يعني الحكم تزامن مع الواقع. فكنت عارف يعني ان هيحصل شو انك انت الحدث تستغله لمصلحتك. انا عايز اسال سؤال، هو هينزل رئيس نادي الزمالك؟ هو حر في ده يعني. هينزل هو نادي الزمالك هيفتح باب الترشح امتى؟ او فتحه؟ انا مش عارف يعني. لاني اتوقع لو هو هينزل يبقى بيكمل المزاد بتاعه بواقعة النادي الاهلي. ما هو بيرضي ناس، في ناس بتنبسط من الحاجات دي، مع بقى هزيمه كان يتمناها. ما كانش متوقع الفاجعه ان الاهلي يكسب 6 بس. هي دي هي دي. هو لو متخيل هيفتح بقه؟ وبعدين يا سيدي السؤال بقى، طب ما تدلنا انت كده اولا الشيء اللي يبرئك انك تقول لنا مين الشخص ده بالظبط. طيب. نمره 2. لا افرض ان انا شفت واحد بيدي حارس المرمى شنطه فيها فلوس، طب ما يمكن بيديله حوافز بيقول له اكسبه وانا بديكوا اهو وهديكوا زيهم. سجلت الحديث؟ هو مش وارد ان يكون بيدي حوافز؟ لا مش وارد. انا بتصور ان الواقع ولا يتصور. لا ولا يتصور. اصبر بس عليا. هو بالدقه اللي بيحكي اصبر بس عليا. بالدقه دي انه شايف حد قاعد، دقه مخرج سينما. ايوه دقه واحد لازم يتغطى. واخد بالك؟ يعني ازاي دماغك قالت لك ان دي؟ هو انت يعني متخيل ان هيدي لكل لعيب 80,000 جنيه؟ ده الاهلي لما كسب كل لعيب خد 80,000 جنيه غير مكافاه البطوله. طبعا غير النهائي. غير مكافاه البطوله والمجد. ده لو حد رخيص. على فكره افرض ان الواقعه دي صحيحه، ما لها علاقه نادي القيم. هو في واحد بيمثل نادي القيم وانت في بيتك ما يبقاش عندك واحد يغلط غلطه؟ لا يحمل هذا الكلام. يعني العبوا غيرها، بلاش انك ده. بالعكس ده انت ساعدني بقى وقول لي فلان الفلاني ده عمل كذا كذا كذا، شوف انا بقى هعمل ايه؟ لو ترخمت يبقى ما فيش قيمه ومبادئ، لو خدته ذبحته مهما كان يبقى هو ده نادي القيم والمبادئ الذي لا يرضى بالخطا ولا يرضى التستر على خطا ولا يرضى ان يكون واحد زيك عضو فيه. والحمد لله انه مش عضو فيه. صحيح. دي فعلا لا يبرئ صاحبها الا ان هو يتكلم ويقول مين. غير كده شغل افلام السينما العبيطه قوي ديت، وطلع فلوس ورزم فلوس بميات، ما طلعش المحفظه يعني امن صرف. لا شويه عشان يعني شفت المشهد التصويري يقولوا انه هو صادق بيدي تفاصيل. وبعدين الراجل قاعد معاهم لدرجه انه عرف الكلام كان ايه، وعرف ماركه الشنطه، وشاف رقم الترابيزه. طيب حد قاعد بالسيناريو العبيط قوي ده كده قريب من الترابيزه اللي حصل فيها المصيبه السوداء، عارف ان سمع كل حاجه في تصور تاني. طب صاحب الشنطه ده لما جه ماشي انصرف قوي ليه كده؟ بعد ما عمل كل حاجه، بعد ما عمل كل حاجه يقول لك وهو يتوارى. وراء ايه؟ برضه يتوارى ليه بقى؟ يعني هو يتوارى ليه؟ ما يمشي بقى خلاص، ما الفلوس مش معاه والناس لا. وبعد كل ده الاهلي يكسب 6 والمرتشيين يعملوا اجمل مباراه. انت عارف في تفسير تاني يا استاذ ابراهيم؟ ان هو وراء الحادث ده. بس اتضحك عليه، راحت فلوسك يا كيرياكو. راح بيها للنجم ولا ايه؟ لا واحد قال له انا اروح وهحطها في شنطه كذا وهعمل 1 2 3 واديها للناس. طيب. هو توقع انه راح. قال له ضان يا معلم. راح كاتب، يبقى هو اللي وراها. يعني واخد بالك ازاي؟ وما كانش متغطي. لا واحد ضحك عليه خد منه قرشين وعملوا فيلم مع بعض. واخد بالك؟ طيب انا اصلا مش متخيل برضو ان في حد بالسذاجه دي. مش متخيل. الصعيد اذكى من كده بكتير. لا ده راجل كان عضوا بمجلس الشعب، وكان عضوا بمجلس اداره الزمالك، وكنت اشوفه. يا باشمهندس كان عضوا في مجلس الشعب في الدائره بتاعته، لما اعلن سقوطه احمد عز تدخل بعدها بساعتين واعلن نجاحه. انت بتتكلم يعني انت هتكذب احمد عز؟ عمال تتكلم يعني انت هتكذب احمد عز؟ يعني ما احنا كلنا عارفين برلمان 2010 كان عامل ازاي. انت هتصدق صناديق
وتكذب احمد عز؟ لا طبعا. طيب هو عارف لا سمح الله. طيب لا يعني التشدق بعضو مجلس شعب لا ينطلي على الناس اللي عارفه حقيقه الامور. لما عندك من بلد انت تعرف الكلام ده يعني. عموما اعتقد الستة كانوا فعلا متعبين. نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الكلام العبيط وشفنا رد لعيبه الاهلي على هذا العبط بالسته الموجعه، لكن تبقى المسؤوليه الاساسيه على اداره النادي الاهلي، لانه اذا كان البعض بيعتقد او صاحب هذا الفعل انه كتب كده على صفحته ويقدر بعد كده يتنصل منها، حتى وان كانت شهاده اطراف اخرى زي نجلاء حلمي في الشباب والرياضه شهد على اقراره. انت عرفت ازاي ان هو ان المعلومات اللي قلتها هي دعيته واعتذره؟ لان هي دعتني انا، كلمتني عشان اطلع معاه في الشباب والرياضه في نفس التوقيت. قالت لك تعالى. فرجعت كلمتني قالت لي ده هو اعتذر، وانا توقعت ان هو هيعتذر، فانا كنت طرف مدعو للحلقه للرد على كده، وانا كنت مندهش جدا ان يبقى في مستوى في النشر لهذا المستوى. لكن انا بقول مسؤوليه مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي التنفيذيه المسارعة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد ما نشر. حد هيقول لي مش هننزل لمستوى السوشيال ميديا وده كلام اتكتب على صفحته الخاص. لا، الكلام نشر في الأهرام، الكلام نشر على بوابة الأهرام، فتحقق ليها النشر العام على مستوى كبير. في سب للنادي الأهلي مباشر. وبعدين هو ده نادي القيم، هو ده النادي. إذا كان الرجل ده كتب على صفحته ولم يذكر اسم الأهلي، أشار إلى النجم الساحلي وللمباراة، لكن الأخطر منها أنه الأهرام في الخبر اللي نشرته ذكرت الأهلي ووصمت لعيبته بالرشوة، لأنه قالت الأهرام على بوابتها الإلكترونية في مفاجأة مدوية: كشف عمر هريدي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق وصاحب قضية حل اتحاد الكرة فضيحة مدوية حسب وصفه، ده الأهرام، بوجود اتفاق لرشوة بعض نجوم النادي الأهلي للتراخي أمام النجم الساحلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، الكلام امبارح، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لحساب أحد المترشحين في انتخابات القلعة الحمراء. وكتب هريدي عبر صفحته على الفيسبوك، ونشرت الأهرام نص الرسالة اللي كتبها هريدي. هنا لما الأهرام بقيمته وقوته وانتشاره ورصانته وعرقته ينشر خبر انه فيه قضيه رشوه داخل فريق النادي الاهلي بسبب انتخابات النادي الاهلي ويتم السكوت عليها، لا، هذا لا يجب السكوت عليها على الاطلاق لاي اسباب اخرى، انتخابات غير انتخابات، اي حاجه اخرى يمكن قبولها غير السكوت على فعل بهذا المستوى المتدني، لانه ما اعتقدش انه فيه احقر من اتهام بالرشوه. استاذ ابراهيم، ومفيش اكثر تدني من اتهام لعيبه بتقاضي رشوه. ده اتهام حقير، اخطر منه ان تتهكم على نادي القيم والمبادئ وفضيحه. ده كلام، ده المقصود، ده كان فاهم ان دي عيار هيدوش حتى لو ما اصابش، والحمد لله، وكأن القدر يريد ان يكافئ الاهلي أمام هذه الصغائر فيمنحه فوزا لم يتخيله أحد. فوزا يدل على أن الرغبة العارمة لدى اللاعبين أن كنا نعمل هذه المباراة بالشكل ده. ما نشر على بوابة الأهرام موجود. السادة المسؤولين في النادي الأهلي، السادة المسؤولين في الشؤون القانونية في النادي الأهلي، السادة المحامين أعضاء النادي الأهلي. أعتقد هذا أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام على اللغو. البطولة التاسعة، هل هلالك يا أهلي؟ بمناسبة هل الهلال، لما اكتمل البدر اختفى النجم يا باشمهندس، واكتمل البدر يا جماعة في هذه الليلة لأنه كل حاجة في الأهلي كانت رائعة، من سلوك جماهير محترم جدا لإقبال كثيف جدا لتضامن رائع جدا من قبل جماهير الألتراس وكل الجماهير مع حادث الوحات اللي راح ضحيته
ضباط الشرطة لشهداء الأبرار، لمصالحة الجماهير لنجومها، لاحتضان الجماهير لكبار النجوم والمؤثرين في الفريق، للروح الرياضية العالية في الملعب، لهذه الليلة الكاملة، لإجادة اللاعبين وتألقهم، لتحملهم المسؤولية، لبراعة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. اكتمل البدر، فكان من الطبيعي وتقديم وليد أزارو بشكل رسمي كهداف متميز يدخل قلوب الجماهير. فكان من الطبيعي أن يختفي النجم طبعا. وبعدين خلي بالك أنت كمان، ضغوط المباراة وحرج الموقف خلاك ابتكرت حلول مش تقليدية. وإحنا تذكر حفاوتي وإعجابي وأنت لما عرفنا أنه هيجرب رامي ربيع وقلنا لك دي إرهاصة أنه هيحتاجه في المركز، مكان مناسب جدا ليه، أحسن مكان لرامي ربيع. يعني رامي سيرد باك، لعب في الباك رايت، لعب في قلب نص الملعب، ده المكان الافضل. وانا قلت لك ده البديل الوحيد اللي انا شايفه يقدر يطلع من ورا لقدام ويشوط وعنده دقه في التمرير وعنده قوه وعنده حته انه يشبع نهمه في الكوره بستايله الخاص، انه لعيب قوي. هو بيتحفظ شويه جوه 18 طبعا، لكن بره ال 18 هتبان قوته الحقيقيه بقى. جونيور اجي كمان من اللعيبه، لا لعيب عبقري، ده لعيب عبقري. طيب طبعا الصحافه النهارده محتفله ومحتفيه بهذا الفوز الكبير والعريض. مجله الاهلي في عدد خاص صدر صباح اليوم عفاريت الاهلي السته تصعد بالبطل للنهائي. ده من سياق العفاريت اللي العنوان ده انت زعلت بيه ناس. ليه؟ في ناس معتقده ان عندها التوكيل الحصري للعفاريت. فلما بتقول يعني انت بتنافس عفاريت الاهلي السته تصعد بالاهلي للنهائي. نادي القرن يطلب يد الاميره من الوداد. وقالت الاهلي ايضا جمهور الاهلي النجم الحقيقي شكرا. وابراز لدور عفريت مغربي سجل ثلاثيه. الناس اتكلمت على شيخ مغربي، اتكلمت على ساحر مغربي، اتضح ان الاهلي عنده عفريت مغربي يتألق ويسجل هاتريك ببراعه. الاهلي قالت ايضا الاهلي يرد اعتبار الزمالك لانه سبق ان خسر من النجم الساحلي بالخمسه ويضم جوهره الساحل لنادي السته. اخبار الرياضه ايضا صدرت بمنشط الليله ليلتك يا اهلي، سداسيه تطفئ النجم والدور على الوداد، الأميرة الأفريقية تغازل نجوم القلعة الحمراء. الأخبار في الصفحة الأولى، الأهلي يطفئ النجم، المارد الأحمر يسحق بطل تونس 6-2 ويصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وجريدة المساء قالت الأهلي يا جماله بهاتريك أزارو، الأحمر هز شباك النجم بنص دستة في مباراة تاريخية. المصر اليوم قالت الأهلي يسحق النجم الساحلي بسداسية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. واليوم السابع الأهلي يعزف سيمفونية كروية ويهزم النجم الساحلي بسداسية، أزارو يفجر ثورته بهاتريك، بطل تونس خارج الخدمة، ربيعة ومعلول ومؤمن نجوم اللقاء، والأحمر يصطدم بالوداد المغربي في النهائي الأفريقي. اليوم السابع قال برضو زلزال الأهلي يدمر النجم بست صواريخ ويصعد لنهائي أفريقيا. يلا كورة، إنها 6-2، الأهلي يصطاد النجم الساحلي في طريقه لنهائي الأبطال. فيتو، الأهلي يسحق النجم الساحلي بسداسية ويتأهل لنهائي أفريقيا. البوابة نيوز قالت ليلة حمراء في برج العرب، الأهلي يسقط النجم بالسداسية ويتأهل لنهائي دور الأبطال. الشروق قالت الأهلي يضيف النجم الساحلي لنادي الستة ويتأهل لنهائي أفريقيا. ده الجرائد الإيه المصرية، لكن تعال بقى نشوف الجرائد التونسية والمغربية وباقي يعيشك. يعيشك. الصباح التونسية هزيمة تاريخية
تنهي مغامرات النجم في دوري الأبطال. الشروق التونسية، النجم الساحلي يغادر منافسات رابطة الأبطال الإفريقية بهزيمة ثقيلة. تونس الرقمية، النجم الرياضي الساحلي يتلقى هزيمة قاسية من أمام الأهلي المصري ويغادر رابطة الأبطال الإفريقية. شمس اف ام التونسية، بعد هزيمة ثقيلة النجم يغادر منافسات رابطة الأبطال. إذاعة موزاييك اف ام التونسية، هزيمة قاسية وانسحاب للنجم، وانسحاب للنجم أمام الأهلي المصري. انسحاب الضوء يعني، مش انسحاب بمعنى. البطولة المغربي سداسية تاريخية للأهلي أمام النجم الساحلي. نبتدي ناخد بقى العناوين اللي فاتت دي، عناوين رصينة متحفظة لأن أصحاب الشأن مش هيوجعوا نفسهم قوي يعني. لكن البطولة المغربي سداسية تاريخية، إدى الحاجة بمسمات. وأيضا جريدة المنتخب المغربية، قول بقى أنت، المنتخب المغربية دي بتوع أزارو بقى بدأوا يحتفلوا بقى بأزارو ابنهم. قالوا أزارو ذكر الأهلاويين بأبو تريكة. وقالت جريدة المنتخب المغربية، تمكن الدولي المغربي وليد أزارو من التوقيع على أول هاتريك له في عصبة الأبطال الأفريقية. يعني هاتريك بالإنجليزية حتى اللفظ رفع القبعة. يعني تحية خاصة جدا للي بيسجل ثلاث أهداف. هي في لعبة الكريكت الإنجليزية، أيوة، يستحق تجيب الجون الثالث فبيرفعوا له القبعة. يستحق، فسموها هاتريك. اللي يجيب الجون الثالث هاتريك، رفع القبعة عليه. وقالت المنتخب المغربية، هز أزارو شباك النجم الساحلي التونسي بهاتريك في الدقائق 23 و30 و48 خلال المباراة اللي قيمت في برج العرب. وقالت إنه أزارو ذكر جماهير الأهلي بالنجم السابق للفريق المصري محمد أبو تريكة يوم 14 مايو 2012 أمام الملعب المالي في إياب دور ثمن النهائي، وقاد فريقه للتأهل وقتها لدور المجموعات. أزارو بقى هذا العفريت المغربي، عفريت العلبة المغربي اللي الناس اتكلمت عليه، قال لصحيفة المنتخب المغربية، هو أنا كنت هعمل إيه؟ أخصم رجليا يعني؟ لما قالوا له كانت قافله معاك، قال لهم كنت بعمل كل حاجه بس رجلي على الجون ما بتجيبهاش، طب اعمل ايه؟ اتخانق مع رجلي؟ اخصمها؟ يعني قال لهم هل كان مني من الممكن ان انا اعمل مشاده وخناقه مع قدمي اللي ما بتسجلش؟ فضلت مستمر ومركز. والحقيقه اتكلم لصحافه بلاده باعجاب واشاده كتيره لجمهور الاهلي. شوف شخصيته بقى، انه يكمل يقول لهم ايه؟ بص بقى، الشجاعة. لم نفعل أي شيء حتى الآن. أيوة، ما خدناش البطولة. أيوة، كل حاجة في حجمها يعني. شخصية دي. مباراة النجم انتهت وبات علينا التفكير في مواجهة الوداد من أجل اللقب. أيوة، هذا لاعب مغربي. أيوة، وهذا فكره. أيوة، تاخد وقت طويل قوي مع ناس تانية عشان يوصلوا للقناعة. صحيح. دي وكلمتين دول. صحيح. قال أزارو لصحافة المغرب، لا يمكننا الاعتراض على إرادة الله أو أن أقوم بمشدة مع خدمي لأنها لا تصوب تجاه الشباك. لم أفعل أي شيء حتى الآن. مباراة النجم انتهت، بات علينا التفكير في مواجهة الوداد من أجل تحقيق اللقب. ده لاعب كبير، لاعب إن شاء الله تعالى هيكون له دور مؤثر جدا مع فريق النادي الأهلي. على الجماهير الاستمرار في المزيد من الدعم والمساندة له ولكل نجوم الأهلي. بس بقى كمان لحظة واحدة هنا بقى. هو احنا بقى هنستنى كل مرة جيب لنا هاتريك او جيب لنا جون وما جيبش جون نقول لك الله الله الله، هي صدفة ولا ايه؟ كل ما وراه وظروفها بقى. خلونا بقى شفنا قدرات اللاعب وشفنا تحركاته ومساعدته لزمايله وشفنا قدرته يعني. يبقى نهدى عليه كده عشان يكتمل نضجه، نستفيد منه اكتر. الفيفا بقى على تويتر، الأهلي يصعق النجم بمهرجان أهداف على ملعب برج العرب ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال. على الفيسبوك الكل بيحتفل. أمير القلوب محمد أبو تريكة على صفحته على الفيسبوك قال، مبروك نادي القرن الأفريقي، عرض أكثر من رائع في انتظار الكأس أمام نادي الوداد المغربي العنيد، عظيم يا أهلي. تريزيجيه برضو على حسابه على تويتر، ألف مبروك أبطال العرب وأفريقيا رجال الأهلي، ومبروك للجمهور الكبير قوي.
الإعلامي القدير عمرو أديب على تويتر قال حاجة برضو بخفة دمه رغم أنه زملكاوي. قال إيه عمرو أديب؟ الغريبة أنه بعد نص دستة أهداف، هو كاتب كده، الغريبة أنه بعد نص دستة أهداف الأهلوية عايزين تاني وبيشجعوا تاني وبيهيصوا تاني. ده نادي عظيم بجد ومشجعين مخلصين ومدرب مصري محترم. ده اللي كتبه عمرو أديب على تويتر. المباراة طبعا من الطبيعي جدا أن تنال كل الاهتمام من المحللين، سواء الاستوديو أو من استوديو القناة الناقلة للمباراة مالكة الحقوق الحصرية أو على القنوات المصرية. نبدأ نشوف الكابتن وائل جمعة يتحدث عن هذا الفوز الكبير. أعرض نتيجة يسجلها الأهلي المصري في دور نصف نهائي في تاريخه، وأكبر فوز للأهلي المصري على فريق تونسي في تاريخه، وأسوأ خسارة للنجم الساحلي في دوري الأبطال في تاريخه. نتائج وحقائق تسجل بالنسبة لهذا اللقاء. الأهلي المصري بمن حضر، الأهلي المصري لا يتأثر بغيابات ولا بإصابات، الأهلي المصري ثقافة وتقاليد لا تقف عند لاعب ولا عند نجم ولا عند مدرب ولا عند أي شخصية. الأهلي هي الأهلي، هي أنتم تقولون روح الفانيلا الحمراء دائما موجودة، وهو ده اللي اتأكد في مباراة النهاردة. مهند، دي موروثات بتتوارث في تاريخ النادي الأهلي، مقولة بتتكرر مع كل الأجيال، الأهلي بمن حضر. النهاردة قبل المباراة لو سألت أي مشجع ومحب للأهلي كنت تتخيل السيناريو ده، يقولك لا أنا متخيل النادي الأهلي مستحيل واحد أو 2-0 بالكتير جدا. إنما النادي الأهلي النهاردة استحق الفوز برغم الأخطاء الكبيرة اللي وقع فيها لاعيبة النجم الساحلي. إنما النادي الأهلي النهاردة كانوا اللعيبة ملتزمين جدا، ملتزمين بطريقة، حافظين فريق النجم الساحلي، قفلوا مصادر الخطورة على النجم. اللعيبة تفوقوا على نفسهم بشكل كبير جدا، وجود الجمهور، الملعب مليان بكثافة زي ما احنا شايفين، كان دافع لمجموعة من اللعيبة متشوقة انها تشوف جمهور الاهلي. اللعيبة نفسها مهند تتفرج تشوف النادي الاهلي، نفسها تلعب المباريات بجمهور عشان يحضروا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فاعتقد ان ده كان سبب كافي للعيبة تتفوق على نفسهم. طيب وائل جمعة، الناس ساعات بتتعب منه، انا شايفه كان بيتكلم بشكل موضوعي جدا يعني. لا خد بالك المذيع الاستوديو هو بيقول ايه وهو بيساله. تاريخ تاريخ تاريخ. لا، ان هي موروثات الاهلي تؤكد على انه نادي لا يقف على لاعب. لانه يا جماعه بصوا، الكابتن حسام البدري بيواجه هذه المباراه ينقصه اهم ثلاث لعيبه في مسيرته البطوله. لو واحد بس غاب عن فرقه كان مدربها ولول. مفيش اهم من عبد الله السعيد، من حسام عاشور، من احمد فتحي. بصوا الثلاث لعيبه تقال جدا في لو بصيتوا على يتعبوا منتخب مصر. لو بصيتوا على مشوار الاهلي في البطوله من بدايتها هتلاقوا دول تقريبا اهم ثلاث لعيبه، اكتر ثلاث لعيبه شاركوا، واكتر ثلاث لعيبه كان لهم دور مؤثر. الثلاثه مره واحده بعدين السنه يا استاذ الاهلي ده انت نبهتني نقطه، ويفقد صالح جمعه بعد نص ساعه، بعد نص ساعه واحد من اهم اللعيبه في الفتره الاخرانيه. يعني ويقدر يتغلب على كل هذه المشاكل بسيناريو تكتيكي رائع جدا ومؤثر جدا وموجع جدا للي في بالنا. نشوف التونسي ابو بكر الزيتوني شاف الهزيمه الثقيله التاريخيه القياسيه للنجم الساحلي ازاي. كما قال وائل ان الاهلي يستحق عن جدارة الترشح بتاعه للفاينل، لكن اليوم تفاجأت بمردود النجم الساحلي غير موجود، ماهيش روح يلعب بها في سوسة، اللاعبين أشباح لاعبين، لكن فما الهدف الأول. النجم يقول لك يعني لو أنت عندك فريق ذهنيا يعني يكون سلبي في تفكيره يعني ينهار، يعني ما تستحقش باش توصل تلعب كاس افريقيا، يعني انت تاكل جول في الدقيقه الاولى وتاكل جول في الشوط الثاني في الدقيقه الاولى، يعني هذا فريق يعني ما يستاهلش باش يستحق باش يكون في الفاينل في ربيع الابطال. ولهذا هي يعني ما من النجم الساحلي ما يلزموش يخجل من هذه النتيجه، لانه الموسم القادم باش يشارك في نفس البطوله، لكن الان يحضر لها. نبهنا احنا من اول مباراه وقلت لك راهو طريقه التعامل النجم الساحلي مع المباراه خلال 90 دقيقه دفاعين وهجومين ما صارش،
خاصة كما هو أثبت خلى افتكوا له وسط الملعب. ثانيا أخذ الاعتبار بالإمكانيات الذهنية بتاع اللاعبين، وخاصة هذا الهدف الخامس باش نعلق عليه يعني بدون تعليق لأنه باش نعلق عليها وليد سليمان. لما تشوف الهدف الاول الطرق نتاع الاهداف كيفاش تسجلت، هذا ما يمنعش رغم ان النادي الاهلي يستحق الجمل التكتيكيه والاهداف اللي سواه، لكن لما تشوف الاهداف تشوف مثلا الهدف الخامس، تشوف الهدف نتاع وليد بن عمر احتكاره للكره وقذف من بعيد سجلت البلبولي، تشوف مثلا فما اهداف يعني غريبه. واحنا نبهنا قلنا راهو الاهلي المنطقه الدفاعيه لعب على اغلاط النجم رياضي الساحلي، يعني النجم رياضي الساحلي زاد سهل الاهلي، وخاصة الرغبة الشديدة اللي كانت عند اللاعبين بتاع النادي الاهلي. شفت اللاعب اللي بيسجلها بظهره وهو واقع؟ بص الناس علقت على الكرة دي ها ان فيها قدر من الحظ، لكن طبعا. هو وليد زقها وخبطت في يعني في ظهر الراجل اللي واقع، مش خبطت في ظهره، هو اتزحلق عليها يمكن اضعف، يمكن غير مسارها ممكن، لكن هي اصلا لما دخلتش جون ضربة جزاء، يعني ما حدش يبص لها ان جون عشوائي، دي كوره جمله تكتيكيه، الراجل جري ودخل ال 18 واتزق، ولذلك هو لما اتزق ده دليل ان هم دفعوه ان الاثنين وقعوا على ظهرهم وكان الاتزان هو اللي دفع الكوره الى المرمى. لو الحكم ما كانش شكله في الملعب هيصفر. لا حول الله يا رب يا ابراهيم، ما كانش هيصفر. دخلت ضميره انت بقى، ما صفرش، هنقول ضربه جزاء لم تحتسب. وليد ما مش معقول ابراهيم يعني نقعد نقول تفسيرات على ان ما كانتش هتحتسب، لو ما كانتش هتحتسب هنقول ضربه جزاء غير محتسب، لكن هي ضربه جزاء يا جول، جت جول هيحسب، والافضل جون بقى وخلاص. ها جون وخلاص، ما هي جت جون، بس لا التقليل من قيمه هذا الجون، لا هي فرصه مؤكده. الله، ايه اللي هننساق بقى ورا الناس اللي بتهزر زي الجون بتاع المحله اللي جابه فلافيو، قال لك بصدفه وهو لعبها بدماغه من ورا، والايام تثبت بعد كده قدرته على انه يتحكم بدماغه كده. فاحنا ما نغمضش حق كوره ملعوبه، هجمه مرتده نموذجيه. ده وليد قام عمال يسال هي جت ازاي؟ ايوه هو عايز يقول للحكم ضربه جزاء، يعني هو عايز يستغيث بالحكم طريقته، ما شافش راحت فين. قالوا له جون يا عم، قوم مش هيحسب لك حاجه. طيب نشوف بقى في الاستوديوهات التحليل المصريه في دي ام سي خالد بيبو شاف الفوز الكبير ازاي. سالتك عن السيرك ده، هو السيرك ده اتنصب ازاي؟ جهز السيرك بس اهم من السيرك اللي اتنصب هو التجهيز، زي ما بيقولوا النادي الاهلي دخل المباراه وهو مركز ان هو يكسب ويكسب بشكل كويس جدا. لازم نقول ونعترف ان النادي اللي كرف النادي الاهلي في طالع من مباراه الترجي هناك، المباراه الثانيه للنادي الاهلي، وان هو يرجع للمباراه بعد النتيجه والظروف والملابسات اللي حصلت في قبل المباراه، وان انا رايح اخسر، وكل الكلام كان بيتقال ان النادي الاهلي يمكن يرجع في النتيجه، والنادي الاهلي قدر يرجع في النتيجه وقدر يكسب المباراه هناك، وراجع بقى ماشي بالكيرف بقى عادي. تتكلم كمان ده من ناحيه زي ما بيقولوا التحفيز، وناحيه ان النادي الاهلي والبطوله والكلام اللي قاله عماد وقاله الكابتن حسام البدري والجماهير، ده شق لوحده، ده كان نمره واحد بالنسبه لي. نمره اثنين والاهم بقى، دخلنا في اللقاء، لا كابتن حسام بقى بيعمل شغل تكتيكي، ويمكن انا قلت الكلام ده في الاستوديو اللي هناك، وهو تحويل طريقه اللعب ل 3-4-3. علي معلول تفوق، علي معلول وصل للمستوى اللي بيلعب بيه مع منتخب تونس. صحيح، يعني للامانه احنا كنا بنتكلم في الجزئيه دي، انه علي معلول اول ما جه النادي الاهلي ما كانش عنده القوه ديت ولا السرعه دي ولا الاندماج ده. النهارده انت بتاخد منه اكتر من 100%. زقيته في نص الملعب، اللي حصل بس ان انت بقيت مديله الحريه، وبقيت الراجل اللي بيلعب قصاده بيوسع له طول الوقت، فبقى زي بيأمنه كمان. بقى زي وهو يعني انا بيعجبني كلام خالد بيبو جدا، لانه دايما تحس انه حس الملعب، في حته حس الملعب. أيوة. يعني مش بيحكي لك ما كان ينبغي ان يكون، لا شوف اثنين رائعين جدا في حته حس الملعب، وليد صلاح الدين وخالد بيبو. خالد بيبو هنا لمس على حس الملعب قوي، لمس على حته بقى ان هو بيلعب على حريته، مش مضطر يشتت، ومش مضطر يعني لا
كلاعب كوره عنده حد يمين حد شمال حد وراه، فبيقدر ينزل على الكوره ويتقل عليها ويتقدم ويشوط، في قدرات كانت محتجبه في هذا المركز بالنسبه لرامي ربيع. دكتور زكريا نصر برضه له وجهه نظر هنستمع لها فلسفيه. النهارده كان الدور الجمهور ايجابي للعيب، ان كان في ثقه وبانت قوي في اداء اللعيبه، وكان في سبيريت بانت قوي في الاداء الفني. بمعنى ان انت لما بتيجي تشوف اداء كل لاعب او اداء كل خط هتلاقي ان كل اللعيبه النهارده حتى اللي نزلوا احتياطي ونزلوا كانوا متفوقين قوي، كانوا في حالتهم الفنيه العاليه جدا. النهارده كان في سرعه في كل شيء، والسرعه كان هو في رايي سلاح النادي الاهلي النهارده. السرعه في اتخاذ القرار، وده بيبقى اهم ان كل لاعب محضر القرار بتاعه. السرعه في المعدل الجري سواء في الضغط على استخلاص عشان استخلاص الكوره، او في التحول للهجمه المرتده، وشفنا مش بس الجولين الثاني والثالث، في سرعه التحول الهجومي للعيبه. انت تقدر تقيس معلول جري بسرعه قد ايه، ودي طلعت على الشاشه معدل جري معلول من ال 18 لغايه ما لعب الكروس. يبقى اذا هنا انت في سرعه في القرار، يعني اذا العامل الذهني موجود، نسبه تركيز عاليه جدا في الملعب. السرعه في التحركات من غير كوره، السرعه في اتخاذ القرار للتمرير وبدقه، مش بس تمرير عادي. إذن هي السرعة، السرعة في اتخاذ القرار، السرعة في التنفيذ، السرعة في أخذ المكان، السرعة في التسديد، كل عناصر السرعة في الملعب. كابتن زكريا ناصف شايف إن هي كانت من العوامل المرجحة فنيا للأهلي. أنت عارف كابتن حسام يعني يركز على النقطة دي، قدرها بالأفرج سرعة الهجمة كانت بتاخد كام ثانية؟ خمس ثواني. خمس ثواني. مين دفاع يتحمل الطلعة هجمة الجوية دي؟ لا هجمه تستغرق خمس ثواني منذ لحظه الانطلاق الى لحظه التمرير وجوه، خمس ثواني. فعشان كده كان قادرا انه يضرب الدفاع بسهوله جدا. ودور اللي الناس لازم تفهمه، الطلعات الخاطفه دي اللي الناس تفهمه، ان ازارو بيعمل كده على طول، طاير ومحطوط في المكان المناسب. عشان كده بيجي له فرص. بس خلي بالكم ان الفرص اللي بتبقى محرجه هي اللي بتضيع من عتاد المهاجمين، وهي الانفراد. انما الكوره اللي عايزه قرار من لمسه بيقدروا يتعاملوا معاها، لان ما فيهاش مسؤوليه كبيره غير لما تزق وعايز تفكر هرقص هشوط هعمل لحد ما بتقرب وبتاخد قرار. اذا الحارس موفق بيعملها او تطلع يمين شمال، لكن الكور اللي من لمسه واحده دي هي اسرع كور، وبتبقى مهارة المهاجم تبان فيها. عشان كده أزارو ما لعبش كور انفراد، لعب كور من قرار لمسة واحدة. وإذا كان كابتن حسام البدري ومعاونوه يحسب لهم تجهيز اللعيبة فنيا وتكتيكيا بهذا الشكل، فالناحية البدنية اللي اتكلم عليها كابتن زكريا ناصف تستوجب شكر الجهاز البدني، أنيس الشعلان الرجل التونسي والكابتن محمد أبو العلا اللي شغالين في إعداد اللعيبة بدنيا عشان يكونوا على هذه الدرجة من الجاهزية، مؤكد يستحقوا التحية عليها. نشوف لا يفتى والدكتور طه اسماعيل في اون سبورت يتحدث. هو له حق. هو له حق. النهارده علي عمل جيم كبير قوي. اولا نمرة واحد، الجانب الدفاعي اللي كان يؤخذ عليه عمله بشكل كويس جدا، حتى من جهته دي ما فيش اي خطورة تمت. صحيح. واقف متمركز كويس، بيساعدوا اجاي قدام، فطبعا عاملين دايما قافلين الحته دي على تحركات فريق النجم الساحلي. لكن ايضا بقى الجانب الهجومي كان في حته انطلاق كبير جدا، وبيلعب بحريه، يعني انطلق مرتين في الحته الشمال دي وراح وكمل. يعني الجول اللي جابه ازارو اللي هو الجول الثاني، علي معلول عمل الاوفرلاب مع اجاي، ومن السنتر جري حوالي 40 متر. صحيح. وبيجري باقصى سرعه،
ثم بعد ذلك عمل السويرف برجله الشمال وهو بيجري بالسرعه الكبيره دي. لا. دي طبعا تبين قد ايه ان هو فيزيكالي فيت 100%، وفي نفس الوقت عنده المهاره المحافظه على الكوره وهو بيجري ال 40 متر، وعنده القدره على التحكم ان هو يروح عامل الكوره دي وهو بيجري باسرع سرعه بالمقاس. دي كلها امور بتبين ان هو في كامل لياقته الفنيه. الفنيه تدخل اللياقه او النفسيه كل حاجه داخل فيها البدنيه، لانه طبعا بيجري الفنيه السورف اللي عمل تكتيكيا في الاوفرلاب اللي اتعمل وراح بيه بشكل كويس. فالنهارده عمل جيم رائع جدا. وعلى فكره هو لو رجعنا لمباراه الترجي الثانيه برضه كان هو سبب في الفوز، سجل هدف وعمل الهدف الثاني بالظبط اللي فاز بيه النادي الاهلي. طبعا على المستوى الافريقي هو برز بشكل كويس قوي، يعني في الماتشين دولت وقبلها حتى الترجي هنا وحتى مع الفريق منتخب التونسي. يعني طبعا فكره التفوق البدني هي التي عمل اللياقه اللي هي التي تمنح القدره على التصرف السليم والانسان يبقى فايق. مقولة ان العقل السليم في الجسم السليم بتترجمها ان الاهلي استطاع خلال مباريات الترجي والنجم ان يؤكد ان الجاهزية البدنية كانت سلاحه في طب اطلع بره الموضوع؟ اطلع. هي مقولة انا شايف مش دقيقة. العقل السليم في الجسم السليم، يعني في ناس معاقة كتيرة جدا. لا مش مقصود بيها كده، اطرافها واجسامها مش سليمة، عقلياتها جبارة جبارة، بس هو بالقياس لنفسه عندما يكون في لياقة بدنية يبقى عقله أحسن. القياس كل شخص بالنسبة لذاته مش للآخر. فأنا ممكن جد بدليل إن في معوقين بيكسبوا ميداليات، دي هتلاقي تفكيرهم مؤكد، وفي ناس صحتها زي البومب دي قدرات ودماغه فاضية ده هتفضل فاضي لو عي بقى هتلاقي بيها هلوس. صحيح، واخد بالك؟ يعني هي تقال في الحث على الرياضة. لا واخد بالك؟ لا 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 انت لما تقوم من النوم تعبان يا ابراهيم ما تعرفش تفكر، لما تبقى مرهق ومجهد ما تعرفش تفكر. دي حالتك، في حالتك في يومك، ما انت قياسك بنفسك هي لياقتك البدنية بتنعكس على فوقانك. يعني انت ما تقيس نفسك انا وانت بيك. ممكن انت تبقى قدراتك الذهنيه اعلى مني، ده خلاص. لكن قدراتك الذهنيه انت بقياس نفسك لو انت في حاله بدنيه افضل بتكون تفكيرك احسن، دي مش عايزه مناقشه. يعني مش عايز تختلف معايا كتير النهارده. طب حلم طلال بقى قال راي جميل قوي، عايزين نشوف مناكف انت. ناس كتير قبل المباراة قالوا هشام محمد جنب عمرو السولية، لم يتحدث أحد، حتى كان في حد من المحللين الكبار معايا قال أنا إيه اللي يخليني يعني أعدل المركزين؟ مرامي ربيع أوريدي هو اللي بيلعب على طول مع سعد سمير كقلب دفاع، ليه أشيله وأغيره وأحط محمد نجيب وبعدين أجيبه وأحطه في وسط الملعب وهو مش لاعب وسط؟ أنت رأيك إيه؟ لا هو طبعًا في ظروف بتحتم على المدرب إنه يجازف بمركز في الملعب. زي ما الكابتن حسام عمل النهارده. و اعتقد محمد عنده موجود اعتقد بس لا بس حسام محمد كان بعيد جدا الفتره اللي فاتت نتيجه الاصابه وما لعبش من فتره كبيره جدا مع النادي الاهلي، لكن ربيعه موجود ومتواجد في فرقه النادي الاهلي والماتش ده بتاع الناس الجاهزه، مع عبد الله السعيد كان جاهز وحسام قال جاهز 100%، لكن ما يقدرش يدي ال 90 دقيقة بس. يمكن عبد الله اصابة في قدمه انما ده كان صابه ماشي، بس يعني قصده فت بتاعه موجود يعني، بس ما لعبش ماتشات. المدرب دائما ما يفضل انه يلعب باللاعب اللي رجله في الملعب الجاهز فنيا من خلال المباريات. والمباريات دي بالذات يا كابتن مدحت القوية اللي لها حسابات، يعني انا شايف ان يعني حسام احسن ان هو اشرك ربيعه لانه بيجيد الجانب الدفاعي بشكل كبير وانت مش مطلوب منه ان هو يهاجم، بالرغم من كده جاب هدف النهارده من تصويبه رائعه النهارده. طيب الكابتن حلمي طولان واشاده بقرار اشراك رامي ربيعه في قلب نص الملعب، وده الحقيقه كان قرار موفق جدا، واعاده اكتشاف رامي ربيعه في مكان في راينا هو الانسب لقدراته. طيب ده الراي المصري، الأشقاء في تونس شافوا اللي حصل ده ازاي؟
نشوف المدير الفني للمنتخب التونسي الكابتن نبيل معلول شاف الهزيمة القياسية الثقيلة للنجم الساحلي والفوز الكبير للأهلي ازاي. تقييمك الفني للماتش ده يا كابتن نبيل؟ والله شوف المباراة معناها حسب رأيي أنا الشخصي طبعا هذا رأيي شخصي خلصت من الجول الأولاني لأن الجول الأولاني شفت انفتح المباراة كلها على مصراعيها للأهلي والأهلي معناها خلينا نقول معناها يحدق كثير في السنة الأخيرة الكونتر أتاك عنده لاعبين سريعين جدا في الخط الأمامي مع الفورمة والأداء المتميز اللي كان عليه علي معلول اليوم وأتزارو يعني بدون أي شك هو الفريق الأهلي كل لعب مباراة كبيرة تكتيكيا النجم الساحلي خرج ذهنيا ونفسيا من المباراة من الهدف الأول اللي سجل وجاء مبكر وكان جنبي معناها أنا الكابتن أحمد ماشي قلت النتيجة اليوم باش تكون ثقيلة لأنه النجم الساحلي معناها باش يخرج من مناطقه باش يخلي فراغات معناها في الخطوط الخلفية وشفنا أن المدافعين الاثنين سواء بوغطاس ولا البدري كانوا يدافعوا تقريبا ورا نصف الملعب 15 أمتار وكان ظهرهم كله يعني فاضي مع السرعة اللي كانت موجودة في الخطوط الأمامية للنادي الأهلي خلص على نجم الرياض الساحلي في المباراة. يعني حضرتك من بدايه اللقاء حضرتك توقعت وقلت للكابتن احمد ناجي ان المباراه النهارده هيبقى فيها سكور لانه الجول جاء من بدري شويه وشفت انه بعد الجول يعني بعد 10 دقائق تقريبا انه النجم الساحلي ما رجعش في المباراه يعني تاثر كثير. من وجهه نظرك مين رجل المباراه النهارده يا كابتن نبيل؟ علي معلول بدون اي شك. علي معلول لانه صعب انك ازار وسجل هاتريك صحيح لكن علي معناها كان موجود دفاعيا كان موجود هجوميا ممكن انا ما عنديش الاحصائيات الحين لكن بدون ادنى شك انه اكثر لاعب قطع مسافات في المباراه نتاع اليوم كان موجود باستمرار في الثلث الاخير من مناطق النجم الرياضي الساحلي عمل اسيست ثلاثه اسيست ورا اليوم وسجل جول يعني ما تقدرش تطلب اكثر من هذا من مدافع عادي. صحيح. ابراهيم كنت عايز تقول لي حاجه قبل ما اتكلم انا. عايز اقول لك ان كل سته وليها عريس. كل ايه؟ كل سته وليها عريس. وليها عريس. خالد بيبو ايوه في السته واحد كان عريس هذه الليله. ايوه امبارح مين كان عريس السته؟ الكابتن نبيل معلول قال علي وعلي معلول الحقيقه كان فعلا نجم فوق العاده. مؤمن زكريا كان نجم فوق العاده. رامي ربيعه كان رائع. بس العريس عريس ليله امبارح عريس هذه السته مش الست وليد ازارو ولا عندك راي تاني؟ ده مظبوط. لا وهو كمان في ظرفه الخاص جدا هو كان عريس بقى حاجه الجمهور ابتدى بمصالحته لا بمبتدى بمصالحته صحيح فهو رد له الجميل بثلاث اهداف الجمهور هو اللي جهز العريس فهو هو اللي اداله معنويات واداله ثقه في نفسه ما خذلش الجمهور خرج منتشرا على كافة الأصعدة. يبقى هو إن كان علي معلول نجم المباراة من وجهة نظر نبيل معلول إلا إن عريس المباراة مؤكد أزارو. عشان كده يستحق مننا وقفة لمحاولة التعرف على آراء الخبراء والمحللين لعريس هذه الستة. نشوف الصقر أحمد حسن يتحدث عن أزارو في دي إم سي. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه الاهداف ممكن ناس كتير تقول ان هي سهله ولكن التحرك والتواجد طبعا معاك اثنين كانوا بيلعبوا في هاو ده وكانوا بيتمركزوا في الاماكن دي لا اللي يعرف يتواجد انا شايفه ان هو دي من مميزات الفريق كمان. الحاجه الثانيه مشكله وليد ازارو في حاجه واحده بس وليد ازارو عنده هو يعرف ينهي الهجمه بلمسه واحده بينهيها بشكل جيد لما الكوره بتبقى واحده واثنين والثالثه هو هنا بيفقد جزء كبير قوي من ال 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 القدرات بتاعته يعني هو دايما اللمسه الواحده هتلاقيه بينيها بشكل كويس يعني سواء كوره جايه وخاطفها مره واحده انما لما بيجي له الكوره بيحصل له نوع من الارتباك وانا اعتقد ان جاي ولكن ال 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 النهارده قدر النهارده ان هو يعبر عن نفسه قدر النهارده كمان لان خلي بالك انت لعيب كوره كمان لما بتكون جاي وبلد غريبه بتبقى الانطباع الاول يدوم يعني لا الانطباع كمان مهم جدا او البدايات كمان مهمه جدا بالنسبه لك. هو البدايات كان غير موفق فيها ان هو ما بيحس اهداف ولكن مجهود هو بيبذل مجهود قدرات هو عنده قدرات
ولكن هو كان يغيب عنه ان كمان ضيع اهداف سهله. اعتقد ان بالماتش ده قدر يستعيد جزء كبير من ساعه ما خالد بيبو بطل، ما جاش لعيب سريع في النادي الاهلي بنفس قدراتك بنفس السرعه. يعني كل اللعيبه اللي بتيجي محطات كويسه ممكن يكونوا بيجيبوا اهداف، ولكن السرعه دي كان بيفتقدها النادي الاهلي. هو عنده مع كلام الصقر عن ازارو شابو للمهندس عدلي، لانه من شويه الحقيقه سجل نفس الملاحظه ان وليد ازارو بتبان خطورته كمهاجم في انهاء الهجمه من لمسه واحده. والله ما سمعت احمد حسن، والله ما سمعته ولا سمعت هو ولا حد نقل لي، لكن ملاحظه يعني. فنفس الملاحظه اللي توافق فيها المهندس عدلي مع كابتن احمد حسن في خطوره ازارو في الهجمه اللي بينهيها من لمسه واحده، لما بتبقى كوره وفرصه ممكن يبقى فيها كلام. دي نبهني ليها لمين بقى؟ في الوان تاتش. نبهني ليها البايتسا. كنت بساله يعني ايه الفرق بين اللاعب المصري والاجنبي؟ فكنت متوقع يقول لي اللياقه البدنيه اللي هي التملي بنقول احنا كده. فقال لي لا بالعكس، اللاعب المصري امهر ولياقته البدنيه مكتمله. كان بيلعب لعيبه الاهلي. قال وراح فاتح نوته 247 تدريبة، مفيش شد عضلي، مفيش حاجة، كل لعيبتي جاهز. أين يكمن الفارق؟ قال لي في المسؤولية، في الشخصية. مش بيتربوا من صغرهم أصحاب قرار. فلذلك يجيبوا الصعبة ويضيعوا السهلة، لأن السهلة فيها مسؤولية. يتردد اللاعب. الكلام ده أنا بقيت أتابعه لقيته تمام. صحيح. شخصيتك تنجحك أو تعطلك. مش الشخصية بس. المسؤولية يعني انت بتجري بترقص بتبقى قدامك 3-4 اختيارات عايز تنقي منهم في لحظات ممكن ترتبك، لكن الكرة اللي من لمسة واحدة دي خطفة مفيش غير اختيار واحد. طيب عن ازارو برضو عريس القمة او عريس الستة، الكابتن زكريا ناصف ايضا في دي ام سي. انما اللي تقف عند ازارو كهداف هو احساس ممتع جدا، وبيبو عارف ده. صحيح. لما تجيب هاتريك ده احساس جميل. يعني يمكن انا كان ليا الشرف في ماتش افريقي اجيب هاتريك في كانون ياوندي 5-0 جبت هاتريك. احساس وبيبو اكيد عارف، احساس مختلف تماما. واحنا هاتريك دي كلمه بس احنا عندنا في مصر ما بنلبسش الهاتس اللي هي البورنيطه. انما ازارو كانت رؤيتي فيه مش في الجانب الفني خالص. وانا قلت رايي قبل كده، لان طالما الاهلي تعاقد معاه يبقى هو لاعب جيد مؤكد. ممكن يبقى بدلك اوكي، لكن اللي كان في ازارو لما تقارن بين السي دي اللي فيه اهداف ليه منها انفرادات منها كرات عرضيه، تلاقي ان ازارو متوتر شويه. هو اتحمل على نفسه ضغوط في المباريات اللي فاتت او حمل على نفسه مسؤوليه. انما يتحسب له النهارده بقى انه مع وجود 50,000 او اكتر من الجماهير وبدون ضغوط يبقى هو تخلص من الحته دي في المباريات. اتفاق واجماع على ان ازارو يمتلك السرعه، يمتلك التحرك، يمتلك الجراه، ولكن كان ينقصه التوفيق. وانت التوفيق خلاص حللنا ان الكرة السهلة بتبقى فيها مسؤولية اكبر، واصعب كرة هي اسهل كرة. صدقوني الانفراد هو مشكلة 90% من نجوم العالم. طب العريس نفسه بقى العفريت وليد ازارو يتحدث ونشوف هيقول ايه. يعني نقول النحس اتفك، كان الكل بيقول وليد ازارو منتظرين منه اهداف، منتظرين منه اهداف. وليد اعلن عن نفسه مع الاهلي رفقه الاهلي خلال هذه المواجهه بثلاثه اهداف صعدت بالاهلي الى المباراه النهائيه. الحمد لله ده توفيق من عند ربنا. وبشكر اللعيبه اللي كانت بتدعمني والجمهور اللي كان بيدعمني عشان اجيب جول. هي مساله وقت بس، وانا مش ممكن اتخانق مع قدره ربنا عشان اجيب. انا كل ماتش انا يعني مش يعني هو انا مش عاوز اجيب جوان. انا طبعا عايز اجيب جوان، عاوز اجيب جوان، بس هي قدره ربنا والحمد لله اتفرجت واللي جاي احسن ان شاء الله. كلمه السر النهارده ايه في الفوز من وجهه نظر؟
اولا بشكر اللعيبه على المستوى ده، وبشكر الجمهور اللي ساندونا من اول دقيقه لاخر دقيقه. لعيبه دخلوا بتركيز من اول دقيقه لاخر الماتش، كنا مركزين واستغلنا الفرص اللي جاتنا، والحمد لله بقى على التعادل، ولسه ما عملناش حاجه، لسه قدامنا النهائي نفكر فيه، ننسى المقابله دي ونشوف المقابله الجايه ان شاء الله. شايف ازاي الوداد في المباراه النهائيه؟ واي واحد بيوصل النهائي اكيد انه خصم قوي، مقابله مش هتكون سهله، وزي ما قلت لك احنا ننسى المقابله دي ونشتغل تاني ان شاء الله في عشان نلعب النهائي ان شاء الله. الف مبروك، ربنا يخليك. وليد ازارو خلاص نطق بالمصري، بيكتسب اللهجه، لعيب ناضج يعني، نضجه في ردوده يعني، توفيق من عند ربنا يعني، انا مش عايز يجي، ربنا وفق وده رزق يعني، احنا بنسميها اللعيبه بيقولوا ده رزق، لجوار رزق، لكن لما بيكلموا قالوا احنا ما عملناش حاجه لسه لما ناخد البطوله بقى صحيح، والقادم افضل، هذا نضج. طيب كل هذا الاحتفاء بالاهلي، كل هذه الاشادات، يبقى راي مختلف لمحلل تونسي فتح المولد في قناه او في القناه التونسيه، تفتكروا قال ايه على الاهلي؟ اللي قلقني اكثر يا رازي وانه الاهلي مش الاهلي، الاهلي نتبعوا الكوره نفهموا الكوره، يحصل على الاهلي، الاهلي متواضع جدا الفريق هذا، ولكن مع الاسف مع زوز اكبر فرق اليوم اللي موجودين في تونس هما الترجي والنجم، دخل فينا غولة، عمل زلزال في الترجي، واليوم عمل اذا كان فما تسونامي في النجم الساحلي. هذا الاهلي ماهوش احسن حالته، شنو معناه؟ معناه عندنا مشكله، عندنا مشكله احنا داخليه، مشكلتنا ربما غلطنا في رواحنا، ربما لو نيفو نبعد عليه شويه، ما زلنا ربما ترتيبنا الاولانيين على المستوى الافريقي ترتيب قدامه نقاط استفهام، لانه لو تريو نيفو حاجه اخرى، ورينا في المواعيد الكبرى اليوم جونو دي سوسيبا الاربع فرق نتاعنا الكبار اللي تعداوا دور المجموعات كنا نحلموا بجوز نهائيات تونسيه، اليوم حتى فريق تونسي من الاربعه، حتى فريق تونسي من الاربعه اللي موجودين. والله انا متفق معاه فتح المولد في كلمه واحده بس، احنا عندنا مشكله، انت عندك مشكله، مؤكد عنده مشكله، ما اعرفش بقى، لا لا عنده مشكله، الاهلي فريق متواضع جدا وفاز بالستة، هذا رجل عنده مشكله، ما علينا. سمير السليمي وهو احد المحترفين الكبار في تاريخ الكره التونسيه، الكره التونسيه، هنشوفه قال ايه برضه. حسام البدري مدرب الاهلي المصري مع الترجي، كنت تذكروا في الاهلي عمل ماتش خايب برشا، الترجي كان افضل وخير 2-2، قال ان شاء الله الترجي يجيني للمنطقه نتاعي في الروتور، وجا للمنطقه نتاعه وعرف يتعامل، اجاي ما كانش يلعب في المركز هذاك ولا لعبه في سوسه، كيف كيف قام مليح لتوال، وفي الروتور عمل ماتش كبير برشا، وصلتنا النتيجه هذه الكبيره برشا. حسام البدري على مستوى اختيار التشكيل الاساسي، رغم انه عنده زوز من افضل الملاعبين ما لعبوش، عاشور واحمد فتحي، لانه تاقلم مع الوضعيه العامه. اش عمل محمد نجيب؟ سمير سعد على المستوى الدفاعي، انت قلت قبيله رازي معلول مسيب لانه عنده تغطيه، لانه سعد سمير يغطي معاه، يغطي معاه محمد نجيب، ومحمد يعني لارير دروا ثلاثه موجودين ما يتحركوش في الديفونس، شكون قدامهم؟ رامي رابعه، الو رانينا باربعه نلعبوا، باربعه مامن الدفاع نتاعي، ورد بالك وانا خاسر في سوسه ونحب المارك. دونك استراتيجيه نتاع مدرب يعرف يقرا مليح، اجايي يعني الاتوال تلعب على النجاز اليمين، يهاجم برشا على اليمين وما يهاجمش برشا على اليسار، دونك اجايي مع النجاز لحد خط نص الملعب، ثم يتولى السوليه المهمه نتاع التغطيه، ويتولى سعد سمير المهم نتاع التغطيه على النجاز، هذاك علاش فما فرق كبير بين نجاز لالي ونجاز الوتور اللي ما قاش روحه، هذه قراءات فنيه. بن عمر افضل لاعب في المنتخب وفي النجم الذي الساحلي، ابدع اخر المباريات الاخيره، اليوم ماهوش موجود، علاش؟ لانه عليه محاصره، وانت تكلمت على صادق جمعه حتى من بعد في التغيير، وليد سليمان ماركاش على بن عمر، اذا النجم الرياضي الساحلي
في قراءة فنية لحسام بدري أوقف مفاتيح اللعب بالنسبة للإطوال، قراءة فنية أولى. ده الفرق بين رأي سمير السليمي كلاعب كورة سابق ونجم كبير، واحد عنده رأي مشكلة، فتح المولد عنده مشكلة. طيب ده 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 إشادة بالتكتيك وإشادة وإشادة بالتنفيذ وإشادة سامي البدري وتعامله، فريق متواضع. صابر بن فراج على رأي الأشقاء التونسيين للقناة التونسية الأولى. كلام سمير صحيح، ينجم يكون حسام البدري قرا الاطوال بالكدي، اما حسام البدري راهو في سوسه زاد يعرف اللي النجاز دي مطال. بقى اللي صنع الفارق شنو يا سمير؟ اللي الجمعيه حضرت كوم الفو ماتش الرتور نتاعها. نحن مشكلتنا في اللي لعبنا ماتش كبير صحيح، كنا حاضرين صحيح، ذهنيا صحيح قدام جمهورنا ودز معنا الجمهور صحيح، لكن في الرتور ما كناش حاضرين، ما عرفناش كيفاش نجيريو الماتش نتاعنا. لونترنور وحسب رايي يعني الغلطه، شوف كما قال سي فتحي راهي كارثه اليوم صارت. اليوم فما حاجه وجيعه كبيره برشا، يلزم الناس الكل تحمل المسؤوليه. صحيح المدرب عنده بار كبير برشا، من الناس الكل، من الجارد ماتريال حتى الرئيس الجمعيه، الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. مهم برشا كنا يلزم نعرفوا اللي تعرف الضربه القويه ساعته خايبه، اما يلزمها تقوي. الطوال اليوم صحيح خسرنا، مرارة كبيرة برشا وجيعة كبيرة برشا، ما حضرناش ماتش نتاعنا كيما لزم. سي فتحي قال نورمالمون التقييم مش يصير، كان ينجم يصير من ماتش ليسبيرونس بعد ما دخلنا من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 وما شفناش النجم الرساحلي، وحتى أوكازيون بالرغم كون النجم الرساحلي أقوى الوقت هذاك من الترجي التونسي، وبالرغم اللي أني مازلت متأكد أن النجم الرساحلي اليوم أقوى من الأهلي المصري. مي اليوم انسحب على خاطر فما برشا اغلاط. اليوم ما كانش فما نهارنا صحيح. شوف المدرب عنده جزء كبير برشا من الخساره واللي وصلنا له اليوم. نروح لموسيقار الكره التونسيه، مايسترو الكره التونسيه، اللاعب اللي كان له اداء رشيق رائع، صانع العاب مميز، زبير بيا، يتحدث عن كارثة النجم الساحلي. ترى زبير هدينا التأهل للمباراة النهائية للأهلي بالأغلاط، يعني كمية الأغلاط كبيرة برشا في اللو نيفو. والله مش ما نقولش كان الأغلاط، حتى كمية الاحترام ما كانتش بالدوزة الكافية. معناها نقول لك هذا الفريق كل ما تزيد تصعب عليه كل ما يزيد يقوى، ورينا هذا في تونس، ورينا ضد النادي دار الصفاقس في اتعس حالاته وفي الصعوبات سجل في اخر دقيقه وفاز، ضد الترجي عامل 1-1 في القاهره وجا وفاز، ضد الترجي سناء جا وفاز. يعني قد ما تزيد تصعب عليه قد ما ليكيب هذا تلقى حلول. ايش حاب نقول لك؟ معناها ما احترمناش كيما يلزم النادي الاهلي، ورينا اليوم بغيابات ممكن تتمناها في حياتك انه يغيب حسام عاشور ويروح احمد فتحي. ليكسبيريونس لي دو كابيتان الناس الصحاح، للاسف شفنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى هما منظمين، واكتشفنا انهم هما بالحق معناها حتى كان ما يعطيوش ماتش كبير كيما العاده يشدوا الكره ويدوروا كذا، لا يستغلوا لك اخطائك اللي فوت اللي عملناها من كل تك تك كل غلطه بونتو، لدرجه كونه في الماتش معناها ما عادش عندنا حتى امل. ولا لا تاكوم تاعهم اللي دعموه وساندوه من اللي بدا السيزون لتو لقوه اليوم ماركي لهم، معناها ما ماركيش برشا بونتوات ضد في ماتش الاخراني ضد الرجاء، معناها حمله كبيره اعلاميه على 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 تاكون تاعهم. اليوم ماركي لهم دعموه وساندوه، على كل احنا لازم نراجعوا روحنا وكهو، عرفت بالحق معناها حاجه خايبه برشا. شكرا لك، شكرا لك احمد، شكرا لك. راي محترم، قال لك كل ما يغيب عنه لعيبه اكثر كل ما يبقى اقوى، كلما ازدادت الصعوبه كلما جاءت الحلول. واحنا تصورنا انه غياب لعيبه مهمه سمع شروح احمد فتحي يتمناها اي منافس. وان ما احترموش ان الاهلي عندما تزداد الصعوبه يزداد التالق والتحدي. و اتقالت بشكل مباشر روح الفانيلا الحمراء. روح النادي الاهلي. ولذلك لما بقول لك عندما اقلق اطمئن وعندما اطمئن اقلق. عايز اقول لك هتاف الجمهور امبارح في كل لحظه، فريق كبير فريق عظيم، انا كنت بحس ان اللعيبه
بتستدعي كل مخزون عندها، ان الجمهور بالشكل الهادر الكبير قوي ده وهتافاته، فريق كبير فريق عظيم، لا يمكن لاعب يعني هيدخر اي جهد. لا ما مش مساله جهد وبس، مساله ان انت لا اللعيبه برضو تعبت يا استاذ ابراهيم طبعا طبعا ده الاخلاص وده التركيز على الهدف، لكن لازم يبقى عندك شيء بتقدمه في الاخر. يعني هي مش فر وكر، لا ده في ذهنيه وفي تدريب وفي تكتيك. اليوم ده كان موافق لكل العناصر، وده كان تجهيز له تجهيزا جيدا. ده المؤكد اللي اسعد جماهير الاهلي في كل مكان. كان نفسنا يكون عندنا متسع من الوقت عشان نعمل معاكم جوله عربيه على الاقل، تشوفوا كيف فرحت الجماهير المصريه والعربيه والاهلاويه بالخصوص في كل العواصم العربيه. لكن اذا كان لينا نختزل كل هذه العواصم في منطقه معينه، فلتكن الاولويه طبعا لغزه. غزه احتفلت بالاهلي، خرجت تحتفي بهذا الفوز الكبير وبتأهل الأهلي. الأصدقاء يمكن في رابطة محبي وعشاق ومشجعي الأهلي في غزة، عنهم أسامة عمر، نشوف كلمته. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العريقة. احنا اليوم متواجدين في مدينة غزة، وجماهير النادي الأهلي ورابطة محبي وعشاق النادي الأهلي الدرع والسيف في المساندة والدعم للنادي الأهلي. احنا اليوم بنأكد هذا الفوز هو فوز غالي لكل جماهير النادي الأهلي، وجاء في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة رغم الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية، إلا أننا بنأكد أنه هذا الفوز هو إهداء إلى شهداء مصر الحروبة. نتمنى لمصر كل التوفيق، نتمنى لمصر مزيدا من الأمن والاستقرار، ودائما مصر وفلسطين قلب واحد. طيب هنشوف برضو بعض الصور في احتفالات جماهير الأهلي في غزة بهذا الفوز الكبير. علاء خالد وضياء وخليل وأسامة عمر وكل الأصدقاء، أسماء مألوفة صحيح، أصدقاء مقربين مع الأهلاوي في غزة وفلسطين عامة، وتفاعل دائم ولحظي مع النادي الأهلي. شوف برضو ونور وكل التسعة يا الأصدقاء يا رب يا رب. بص يا عايشينها رب. لحظة بلحظة يا رب. الحقيقة وعلى مصر جنب علم النادي الاهلي، غزة في هذا التوقيت في هذا الظرف في هذه الاحوال تستحق منا كل الاهتمام وكل التقدير. والناس قاعده بتتفرج على المباراه. لا لا الحقيقه مشاعر صادقه واخوه بما بتحمل الكلمه يعني. شكرا جزيلا ليكم، ويا رب دايما وابدا الاهلي يكون سبب لفرحتكم باذن الله باستمرار. انا عايز اقفل بال الوداد بقى. انا عايز اقول لك مين الوداد. الوداد البيضاوي المغربي يا جماعه، لانه خلاص ونحن نطوي صفحه النجم الساحلي لازم نبص نظره اهتمام للوداد. الوداد البيضاوي اقصى اتحاد العاصمه الجزائري، ودي مساله مهمه جدا جدا جدا، لانه تعادل معاه في الجزائر 0-0 ثم فاز في لقاء الإياب بالدار البيضاء، فاز 3-1 في كازابلانكا. مباراة كشفت عن قوة الفريق المغربي. المغرب الرجاء والوداد أشهر الناديين، كان فيه الجيش الملكي المغربي قبل كده، كان فيه أكتر من نادي ظهر لفترات ثم تراجع في قوته، لكن بقي الرجاء والوداد فرس الرهان الدائم في المغرب. الوداد لعب السنة دي ضمن مجموعة الأهلي، أدي المجموعة اللي كانت الناس فاكراها سهلة. في دور المجموعات في دور 16 الوداد كان مع الأهلي، الاتنين بيلعبوا فاينل. كان في المجموعة الرابعة في دور المجموعتين مع الأهلي وصعد معا، كان الوداد أول المجموعة برصيد 12 نقطة وتلاهي الأهلي في المركز الثاني ب 11 نقطة. الأهلي والوداد اتقابلوا في المجموعة، فاز كل منهما على الآخر في ملعبه 2-0. دي كانت النتيجة المتكافئة، الأهلي يكسب هنا 2-0، الوداد يكسب في كازابلانكا 2-0. ومن ثم الوداد في مباراة السبت، وبنعيد الاتحاد الأفريقي النهاردة أبلغ النادي الأهلي بتحديد موعد مباراة الذهاب في الدور النهائي يوم السبت مش الحد، الساعة 7 مساء في استاد الجيش المصري في برج العرب. الوداد يا باشمهندس اخيرا، ازاي ممكن الكابتن حسام البدري يتعامل مع مباراه باستراتيجيه مختلفه؟ هو سافر قابل النجم في تونس
ثم التقاه في العودة في القاهرة، فكان الوضع مختلف عن النهائي. النهائي أنت بتبدأ هنا وهتختم في كازابلانكا. ما عنديش الفرق. أي نصائح الفرق ما عنديش أي نصائح للكابتن حسام البدري غير أنه يشتغل بدون ضغوط ويركز زي ما ركز، ويعرف أنه مش ضروري كل مرة ننطلق من الصعوبات. يا رب يقدر يوفق في كما وفق في مباراة النجم وكما وفق في مباراة الترجي هناك. كلنا ثقة الآن في لعبة الأهلي، كلنا ثقة إن اللعبة لما بتبتدي تحط قدم على منصة التتويج مش من السهل إنها تتراجع فيها. الحقيقة يعني لازم وأنا عايز أقول للناس بقى إيه، خفوا بقى في الفتاوي الفترة الجاية، يسيبوا الناس يشتغل على كل حاجة حتى في التحليل الكتير. التحليل الكتير خلي بالك، لو انت عملت جولة في استوديوهات التحليل مش هتلاقي اتنين متفقين مع بعض، هتلاقي برضو اراء كتيرة. عشان كده الشيخ شوارب بيقول لك هي فتي مش فتاوي. فتي ماشي يا سيدي، ادي فتي منك بقى. على اي حال احنا كده اعتقد ان والله انت لما تشوف الملخص بتاع كلام الناس كلها هم يتحدثون عن سر عظمة الاهلي مش على التكتيك. كلما يزداد الصعوبة يظهر المعدن، يستحضر الأهلي أسباب تفوقه. إذن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. وعشان كده وهو يطوي صفحة النجم الساحلي، بيطويها بفرحة، بيطويها بسعادة، بيطويها بفخر، بيطويها بضربة موجعة لهذا الذي ادعى، ضربة موجعة بالستة كمان لهذا الذي ادعى. يعني طرابلس لما يقول على فريق النادي الاهلي مش هنخاف من وقيم النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي التي من جديد ندعو مجلس اداره النادي واداره النادي والشؤون القانونيه في النادي لضروره التحرك القضائي والقانوني ضد هذا الادعاء. ليس اخطر من ان يدعي احد على النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ولاعبين وحارس مرمى النادي الاهلي بانه تعرض لرشه ليله المباراه. المساله يا جماعه وقد نشرت على بوابة الأهرام الإلكترونية من عضو مجلس إدارة سابق في نادي الزمالك، للأسف هو لا يعبر إلا عن نفسه، لا يجب أبدا القبول بيها أو السكوت عليها، لابد من التحرك القانوني لأنه الأمر فعلا يمس ثوابت وقيم وتقاليد وسمعة سب النادي الأهلي نادي عريق. مش بس أنه متهم بالرشوة، مش نادي شيء وفضيحة وقيم إيه ومش عارف إيه، كلام مباشر في حق النادي الأهلي. ده اي واحد يقدر يرفع القضيه يا استاذ ابراهيم، كلنا اي مشجع متضرر من هذا الكلام، اي عضو للنادي معاه كارنيه عضويه، واي واحد والله من الجمهور. شوف انا تجاوزت حد له صفه، يعني لا يعني قانونا لازم يثبت صفه، لما صفه ان انا ازيت وانا راجل بحب النادي الاهلي ازيت، حبك للاهلي لا تستطيع اثباته. ماشي الا ماشي. خلينا في المناكفه دي، انا بكلمك على قانون. معلش حاضر يا متر. للاسف داهمنا الوقت دون ان نكمل الكثير من مضمون حلقه جاءت في توقيت اكثر من رائع للنادي الاهلي. ما ترفع انت القضيه دي. الصديق والزميل محمد فاروق سعد سيمتعكم باخر واهم الاخبار بعدينا. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. وزين النوادي، تصبحوا على خير. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها واحد، سجلت فيها من الأمجاد مقارة، عزت على كل أعزاز وإن عزت على كل اعزاز وامجاد.
خمسون عاما خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حليتنا